الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أود أن أرحب بكل الحضور الكرام من أساتذة وباحثين. بدون إطالة، أود أن أحيل الكلمة أيضا إلى أو أرى إن كانت إذا بدون إطالة أحيل الكلمة للأستاذ وليد العايب حتى يدير الجلسة، فليتفضل. مشكورا. السلام رحمك عليكم الله. ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالحضور الكريم في فعاليات المؤتمر الافتراضي الثاني في يومه الثاني تحت عنوان دور الكفاءات الوطنية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي. طبعا هذا المؤتمر يعني حظي أمس يعني بمتابعة كبيرة سواء داخل وخارج الوطن، نظرا لأهميته البالغة. يعني كون الكفاءات الوطنية سواء كانت داخل أو خارج الوطن يعني تعتبر رافد مهم من روافد تحقيق الإقلاع الاقتصادي، أو بشكل أوسع الإقلاع الحضاري المنشود، الذي يعتبر يعني الإنسان يعتبر متغير مهم في معادلة التنمية الحضارية والتنمية الاقتصادية. طبعا بدون إطالة سوف على بركة الله سوف نفتتح أشغال هذه الجلسة الأولى في هذا اليوم الثاني. الجلسة هذه يترأسها محدثكم الدكتور وليد العايب، مقرر هذه الجلسة وهو الدكتور تهامي محمد رضا، أما مسؤول القاعة فهو الدكتور بن حسن صلاح الدين. إذن بدون إطالة سوف نبدأ على بركة الله بأول مداخلة. دكتورة فيفي ستقدم مداخلة بعنوان تطلبات إصلاح سياسة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، مدخل استقطاب الشتات العلمي. تفضلي دكتورة. نعم، إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا المشاركة في مع هذا الجمع الكريم من الأساتذة والباحثين من مختلف الدول العربية. نظرا لضيق الوقت سيتم التعريج مباشرة على إشكالية البحث والمتمثلة فيه، فيما يتمثل دور سياسات التعليم والبحث العلمي في الجزائر في تحديد متطلبات استقطاب الشتات العلمي. أول محور سيتم التطرق إليه هو تطور سياسات التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر. أولا بعد الاستقلال نلاحظ أن سياسة الحد من التحاق الجزائريين بالتعليم العالي في وقت الاستعمار بشكل كبير قد أثر على عدد ونوعية الإطارات الجزائرية، مما شكل عائق كبير في مباشرة عملية البناء والتنمية في مختلف المجالات. لكن نلاحظ أنه تم إرسال بعثات طلابية إلى جامعات المشرق العربي، هذا يعكس طبيعة توجهات المجتمع الجزائري الحضارية المرتبطة بالبعد العربي والإسلامي واستمراره في تمسكه بالقيم الوطنية. أما فيما يخص سياسات التعليم في ظل الإصلاحات، فنلاحظ أن الفترة ما بين 1962 حتى سنة 1970 تميزت بالتسيير التلقائي نظراً للفراغات والتشوهات الموروثة عن الاستعمار الفرنسي. حتى سنة 1971 تم الشروع في الإصلاح الشامل للتعليم الجامعي بإنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد جاءت هذه الإصلاحات بجملة من الأهداف والمبادئ حددت خلالها المهام والأدوار الجديدة للجامعة الجزائرية. أما فيما يخص سياسة التعليم العالي في سياق مرحلة الانفتاح، تم التأكيد على من النقاط أهمها التأكيد على طابع الخدمة العمومية للجامعة الجزائرية، كذلك استقلالية المؤسسة الجامعية دون أن يعني ذلك غياب الوصاية كليا عنها، كذلك إنعاش وتعزيز البحث العلمي في إطار الدراسات العليا وإنشاء وكالات البحث للتنظيم والضبط والتوفيق بين أعمال البحث والتكوين. ثاني محور يتم التطرق إليه في هذه المداخلة هو الشتات العلمي وهجرة الكفاءات الجزائرية. مفهوم الشتات العلمي، عادة يطلق هذا المصطلح على جميع المهاجرين المدربين تدريبا عاليا
ومدربين تدريبا عاليا من بلدانهم الأم ويهاجرون إلى البلدان الأخرى، وبالتالي فإن مصطلح الشتات ينقل فكرة السكان العابرين للحدود أو المغتربين ولكن يستمرون في الحفاظ على علاقتهم بأوطانهم، وهو نفس مصطلح هجرة الكفاءات وغيرها من المصطلحات، وهذا يشكل هدرا اقتصاديا واجتماعيا للدول الأم. وبما أننا نتحدث عن الجزائر فهذا هدر بالنسبة للجزائر. أسباب صور الشتات العلمي للكفاءات الجزائرية، لدينا ثلاث صور. الصورة الأولى التي تتمثل بالنزيف الخارجي والذي يأخذ صورة هجرة الكفاءات من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، وهذا يمثل أكثر الصور شيوعاً في البلدان المختلفة. ثاني صورة أو ما يعرف بالنزيف الداخلي والذي يعني بين بعض العقول والكفاءات العلمية للعيش على الهامش، فيكون هدف العلم ليس من أجل تطوير سبل الحياة والابتكارات أو بهدف تسخيرها لصالح المجتمع علميا. الصورة الثالثة والتي تأتي نتيجة إخفاق الدول النامية للاهتمام بكفاءتها وعقولها العلمية، مما يدفع بهذه الكفاءات الهجرة إلى بلدان العالم المتقدم. في هذا الجدول يمثل لنا نسبة الأطباء المكونين في الجزائر والمهاجرين للخارج، ونلاحظ أن نسبة الجزائر تمثل أعلى نسبة إذا تم مقارنتها بالدول العربية الأخرى، وهي تمثل نسبة 44.3%. عوامل الشتات العلمي في الجزائر، تم التطرق لهذه العوامل، يعني عوامل الهجرة العلمية في الجزائر من طرف جمع من الأساتذة الكرام. إذن نعم، تم أهمها أهم هذه النقاط: انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي، انخفاض مستوى المعيشة، صفر الطلاب إلى الخارج وتأقلمهم مع أسلوب الحياة الأجنبية، كذلك نقص المستلزمات الضرورية للنهوض بالبحث العلمي، كذلك بعض علماء لا توجد تخصصاتهم كصناعة الصواريخ والفضاء وغيرهم، وكذلك أهم أكبر سبب هو التقدير غير الكافي للعلم والعلماء في مختلف الدول العربية ليست خاصة فقط بالجزائر. أهم ثلاث نقاط يتم التركيز عليها، وهذا هو جوهر المداخلة، هو كيف يتم تبني سياسة الاستقطاب ضمن سياسات التعليم العالي. أهم أول نقطة هي تبني استراتيجية التميز في التعليم والتعلم. ماذا تتضمن هذه الاستراتيجية؟ نشر ثقافة الإبداع والتميز في التعلم والتعليم الجامعي، كذلك تطوير بنية التعليم الداعمة للتميز والإبداع العلمي، كذلك تحسين ممارسات التعليم الجامعي من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودعم البحوث العلمية في مجال تطوير التعلم والتعليم وبناء شبكة من العلاقات بين المؤسسات التعليمية الوطنية والمؤسسات العالمية. ثاني استراتيجية هي التوظيف المؤقت للخبراء المغتربين. بينما يمثل الربط بين الشتات العلمي والوطن عاملا مهما في تشجيع العودة، إلا أنه لا تزال العودة لفترات قصيرة الخيار الأكثر إمكانية للمغتربين المهارة، خاصة أن مشاركتهم في بناء بلدانهم الأصلية أصبح أمرا حيويا، ويمكن للحكومات العربية والجزائر على وجه الخصوص تسخير هذه المجموعة من المهارة وتسهيل نقل خبراتها لمصلحة البلاد. ثاني استراتيجية هو التنسيق مع شبكات الشتات العلمي، وقد سبقني الحضور الكريم في الإشارة مثلا لشبكة إيناس الجزائرية، وهي المقصود بهذه الشبكات هي تلك الجمعيات الغير هادفة للربح والمنظمة ذاتيا، والتي تتكون أساسا من الباحثين والمهندسين المغتربين الذين يعملون على تطوير بلدانهم أو منطقتهم الأصلية. تتجسد أهمية التنسيق في التشاور مع المنظمات فيما يتعلق بالتصميم وتنفيذ خطط تنمية بلدانهم، كذلك تؤدي شبكات الشتات العلمي دورا حقيقيا في مجال دبلوماسية العلم وتجسير الهوة بين العلماء والباحثين، وكذلك المساهمة في تحقيق التنمية عن طريق التحويلات المالية.
كخاتمة تجر الإشارة إلى الإشارة إلى أنه يجب أن تتضمن سياسات التعليم العالي سياسات لاستقطاب الشتات العلمي الجزائري، كذلك ضرورة أن يكون هناك ملائمة بين التعليم والتطورات التكنولوجية كون ذلك يساهم في إيجاد نوعيات جديدة من المهارات العلمية، كذلك ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات لأعداد الكفاءات العلمية المهاجرة وهذه البيانات غائبة كلياً، ضرورة العمل على بحث الأسباب الدافعة لهجرة هذه الكفاءات والعمل على سن القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الهجرة بما يساهم من تقليل الهدر الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن هذا الشتات. وفي الأخير شكراً على حسن الاستماع والمتابعة. شكرا دكتورة، كفي على هذه المداخلة الثرية والمداخلة القيمة التي تمحورت أساسا يعني حول ما يعرف بالشتات العلمي، حيث تطرقت إلى تطور سياسات التعليم العالي وفي الجزائر غاية الاستقلال إلى غاية الوقت الراهن، ثم إلى يعني مفهوم الشتات العلمي وكيف يعني أهم نقطة في هذه المداخلة ونشكرك على ذلك، وهي يعني كيف يعني نقوم بتبني سياسات لاستقطاب هذه الكفاءات، ومن بين هذه الاستراتيجيات عدة استراتيجيات التميز واستراتيجيات مع التنسيق مع شبكات الشتات العالمي. إذن لابد من أثمن ما قلت يا أستاذة، لابد من يعني تبني استراتيجيات تكون واضحة وتكون مبنية على أسس سليمة حتى نستفيد من الكفاءات الوطنية المنتشرة في العالم. بدون إطالة نروح للمداخلة الثانية، المداخلة لنرجع للدكتورة سهيلة بالخير إذا كان قامت بتثبيت وضعيتها كما يتعلق بمشاركة الشاشة. دكتورة سهيلة، هجرت الكفاءات الجزائرية، الأسباب، التحديات والإنعكاسات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول شيء نشكر القائمين على هذا على تنظيم هذا الملتقى، منحوني الشرف أني نشارك معكم، هذه هي أول تجربة لي من خلالكم. بحثنا هو بعنوان هجرة الكفاءات الجزائرية، الأسباب، الإنعكاسات والتحديات. إشكالية البحث هي ما هو قبل الإشكالية، نحن نعرف أن ظاهرة الهجرة هي ظاهرة إنسانية قديمة عمق التاريخ، عانت وتعاني منها الدول المتقدمة والدول المتخلفة على حد سواء، لكن أثرها السلبي على الدول النامية أكثر أنها هي اللي بحاجة ماسة لهذه الكفاءات من أجل بناء اقتصاد قوي ينافس الاقتصاديات العالمية. هذه الحقيقة أدركتها الدول المتقدمة، لكن الدول المتخلفة لازالت تجهل أو تتجاهل هذا الدور الكبير لهذه الكفاءات في. والخير دليل هي ما تقدمه الإحصائيات أن الجزائر دائما تتصدر قائمة الدول المصدرة لكفاءاتها. لذلك سنحاول من هذه الورقة من خلال هذه الورقة البحثية التعرف على مفهوم هجرة الكفاءات، معطيات حقائق حول هجرة الكفاءات الجزائرية، أسباب هجرة الكفاءات الجزائرية وأثار الهجرة، وتدابير الحد من ظاهرة هذه الهجرة. كتعريف بسيط لهجرة الكفاءات، هو انتقال الموارد البشرية ذات التعليم العالي من وطنها إلى بلد آخر بعد سعيا منها في البحث عن بيئة تفجر طاقتها وتحقق طموحاتها، وقد يكون هذا الانتقال بشكل مؤقت أو دائم. واقع الهجرة الكفاءات في الجزائرية، الإحصائيات كلها تشير أن الجزائر تتصدر قائمة الدول المغربية والدول العربية في هجرة الكفاءات. من حيث دول المقصد، كانت في البداية دول المقصد تتمثل في فرنسا بالدرجة الأولى على اعتبارات العلاقات التاريخية وعامل اللغة، لكن في الآونة الأخيرة لاحظ أنه الدول المقصد تتنوع، حيث نجد كندا، إسبانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، إيطاليا، الولايات المتحدة، فلسطين، سويسرا، هولندا، كما أيضا نجد في مدينة كيبيك كندية تزايد مستمر للكفاءات الجزائرية هناك، من بينها الأطباء، حيث تمثل الأطباء شريحة مهمة من الكفاءات الوطنية اللي هي في تزايد مستمر في الهجرة نحو الخارج، حيث حسب إحصائيات 2019 توجد في فرنسا لوحدها ما يقارب 15,000 طبيب جزائري يعملون في فرنسا، وأن 4,000 قدموا طلبات لمغادرة الجزائر سنة 2000 حسب إحصائيات 2018.
ايضا من بين الكفاءات المهاجره نجد شريحه الطلبه ايضا اللي هي في تزايد مستمر، تعتبر ثالث جاليه جزائريه في فرنسا، ايضا بعدها تجي كندا اسبانيا وهي ايضا في تزايد مستمر. اكيد انه لهجره الكفاءات الجزائريه اسباب، نلخصها في عوامل الطرد وعوامل الجذب، عوامل الطرد اللي تكون من ناحيه الجزائر، عوامل الجذب تكون من ناحيه الدول المتقدمه. تنوع هذه العوامل بين عوامل اقتصادية، سياسية، اجتماعية، أكاديمية. نبدأ أولاً بالعوامل الاقتصادية. تتلخص العوامل الاقتصادية في انخفاض الإنفاق على البحث العلمي الذي لا يتجاوز غالباً في الدول العربية من بينها الجزائر 1% من الناتج المحلي، وهي نسبة ضئيلة جداً إذا ما قرنت بالدول المتقدمة. بالإضافة إلى انتشار البطالة، فحسب آخر الإحصائيات هناك 22 ألف دكتور بطل، هذا دون أخذ بالاعتبار حمل الليسانس والماستر الذين لم يحظوا بعد بمنصب عمل، تدني الرواتب مقارنة بالمستوى المعيشي. في المقابل نجد في الدول المتقدمة وفرة اعتمادات المالية مخصصة للبحث العلمي لدى الدول المتقدمة، إذا قد تصل نسبة الإنفاق على البحث العلمي في بعض الدول إلى 4%، وهي نسبة لا بأس بها. بالإضافة إلى ارتفاع الأجور، مساهمة ظروف العمل في تحقيق الطموحات العلمية، ناهيك عن تشجيعات والحوافز التي تثمن المجهودات. نروح الآن للأسباب. الأسباب السياسية، كما نعلم أنه الجزائر شهدت فترة التسعينيات حروب أهلية أو العشرية السوداء، وممكن تكون هي الانطلاقة الحقيقية لهجرة الكفاءات نحو الخارج، بالإضافة إلى انتشار البيروقراطية والمحسوبية والمركزية الشديدة، عدم حماية الملكية الفكرية، غياب العدالة الاجتماعية، القرارات الارتجالية واللي قد تمس قطاعات حساسة ويكون عندها أثار سلبية مستقبلية كارثية. في المقابل نجد أن الدول المستقطبة تمتلك لتشريعات في مجال حقوق الإنسان والملكية الفكرية والجوانب المهنية. تبني الدول المتقدمة لاستراتيجيات مدروسة من أجل اجتذاب الكفاءات العربية، المناخ السياسي المستقل لدعم الحريات. هذه بالنسبة للأسباب السياسية. نتطرق الآن للأسباب الأكاديمية، العلمية الأكاديمية. عدم نلاحظ أنه في الجزائر عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم لمسار البحث العلمي في الجزائر، بالإضافة إلى تدني ترتيب الجامعات الجزائرية، حيث أسقط كل من تصنيف سنغهاي وتصنيف ضاي أوس ترتيب الجامعة الجزائرية من ضمن 500 جامعة في العالم، والذين يعتمدون على مؤشرات عالمية مثل جائزة نوبل للعلوم وجائزة فيل للرياضيات، وكلها معايير بعيدة تماماً عن الجامعات الجزائرية. ثاني أيضاً انعدام الصلة بين مراكز البحوث والمؤسسات الاقتصادية، ونحن نعلم أن البحوث الجزائرية معظمها موجهة للأرشفة في المكتبات دون الاستفادة منها. ضعف فرص نشر الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى غياب المعلومة وصعوبة الحصول عليها، خاصة المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، وأيضاً تضارب وتناقض هذه المعلومات. في المقابل نجد أنه وجود استراتيجيات واضحة في الدول المتقدمة، تقدم ترتيب الجامعات الغربية، وجود هناك صلة بين البحث، المشاكل الموجودة في البيئة الاقتصادية الاجتماعية السياسية في الدول المتقدمة وبين البحوث التي يعدها الباحثون، وأيضا وجود فرص كبيرة لنشر الأبحاث العلمية. الأكيد أن هجرة الكفاءات حيكون عندها آثار جانبية على الجزائر، من بين هذه الآثار نجد الخسائر التي ثبتها الدولة في تكوين هذه الكفاءات والتي قدمتها على طبق من ذهب للدول المتقدمة، توسيع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، والأكيد لصالح الدول المتقدمة. الكفاءات الجزائرية المهاجرة تعمل في تخصصات استراتيجية الجزائر بأمس الحاجة إليها، مثل الجراحة الدقيقة، الفيزياء النووية إلى آخرها من تخصصات. أيضا ضياع الجهود والطاقات لهذه الكفاءات التي تصب في شرايين الدول المتقدمة. نجد أيضا أخطر شيء تكريس ظاهرة التبعية للدول الغربية. نحن نطرق لبعض التدابير اللي قدمها الباحثين في مجال الحد من هجرة الكفاءات، من بينها ربط الصلة بين وضع استراتيجيات واضحة المعالم، تربط الأبحاث بما هو موجود في البيئة الاقتصادية والمشاكل التي تعاني منها البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أيضا زيادة من الإنفاق على البحث العلمي، أيضا دراسة المناهج التعليمية بما يتوافق مع البيئة الجزائرية، إعطاء
إعطاء أهمية أكثر للبحث العلمي من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية. في الأخير كل هذه التدابير هي ممكن تكون جانبية، لا تحل المشكل بحل بشكل جذري، لأنه الحل لا يعتمد على الماديات بحسب بقدر ما يعتمد على حفظ كرامة الإنسان وتقديس العلم والعلماء وإعطائهم المكانة المستحقة في المجتمع، على اعتبار أنه هو المنفذ الوحيد للخروج من دائرة التخلف الفوق إذا ما تم تكوينه والاستثمار فيه بالشكل المطلوب، خاصة في الوقت الراهن وما نلاحظه من تبعات الاعتماد على الاقتصاد الريعي بعد انخفاض سعر البترول. ممكن يكون قد آن الأوان للبدء من جديد في بناء اقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على المورد البشري باعتباره الثروة الحقيقية التي لا تنفذ. ممكن وقد نستمد التجربة من دول جنوب شرق آسيا أو ما يعرف بالنمو الآسيوية، تايوان، سنغافورة، كوريا الجنوبية خير مثال على ذلك، لأنها ابتدأت من العدم عرفت دور المورد البشري في تحقيق التنمية الاقتصادية، لأنه في الحقيقة هذه الكفاءات لو بقيت في الجزائر ماذا كان بإمكانها أن تفعل في ظل الظروف السائدة. وشكرا. إذا نشكر الدكتورة على هذه المداخلة القيمة وعلى التزامها بالوقت التي حاولت في هذه المداخلة تطرق إلى هجرة الكفاءات الجزائرية، واقع هذه الهجرة، وكما أشرت بأن الجزائر تتصدر قائمة الدول العربية، وهذا يعني عنده شق، يعني أن الجزائر عندها إمكانيات ولكن للأسف تستفيد منها ممكن دول أخرى. أهم الأسباب أنا أعتقد أنه في هذا في هجرة هذه الكفاءات أنه يعني ليس هناك استراتيجية واضحة يعني تثمن هذه الكفاءات وتسمح بتطبيق ما يحسن فعله لتحقيق التنمية الاقتصادية. الآثار كثيرة جدا كما أشرت أنه هناك آثار، يعني هناك خسائر، هناك أيضا فجوة كبيرة وسعة انتشار بين الجزائر وبقية دول العالم المتطور. نذهب مباشرة إلى المداخلة الموالية للدكتور أو الدكتورة بهاز لويزا والدكتور بوعمامة عبد الرحمن من جامعة غردايا، يقدمان بحث بعنوان دور مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في خلق بيئة ملائمة لكبح هجرة الأدمغة. دكتور بوعمامة معك، السلام عليكم. وعليكم السلام، الصوت واضح دكتور. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتقدم بالشكر والامتنان إلى كافة القائمين والمنظمين لهذا الملتقى، على رأسهم مخبر الدراسات الاقتصادية حول المناطق الصناعية في ظل الدور الجديد الجامعة جامعة البشير إبراهيمي بور البراريج، ومخبر تطبيقات الكيمياء النوعية للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمؤسسات الجزائرية جامعة غردايا. أردنا أن تكون مداخلتنا حول دور مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في خلق بيئة ملائمة لكبح هجرة الأدمغة، وكانت مقدمتنا كالتالي. تعتبر ظاهرة الهجرة من أكثر المسائل التي حظيت عبر العصور بالدراسة والتحليل، إلا أنه في ظل الثورة التكنولوجية التي حطمت المفهوم التقليدي للحدود الجغرافية، أصبحت هجرة الكفاءات العلمية لدى الدول النامية عامة والعربية خاصة ظاهرة زاد استفحالها وكبر خطرها على هذه الدول من حيث معدلات النمو، وخاصة أنها تسير في اتجاه واحد من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، مما أصبح يشكل عائقا وتحديا حقيقيا لهذه الدول ونزيف مستمر في جسد وطننا العربي من حيث حجم الخسارة التي تكبدها الأمة عامة، وهاجس مخيف لا يمكن تجاهله ولا يمكن التغاضي عنه، لما له أثار جسيمة يصعب توقع نتائجها الحقيقية في ظل تزايد أعداد المهاجرين من كوادر علمية متخصصة ومتمرسة. ومما يدمي القلب ويزيد الحسرة أن هذه الكوادر تساهم بشكل بارز ومؤثر في نمو المجتمعات والجامعات ومراكز البحث العالمية لدى الدول المستقبلة. وتعد الجزائر في مقدمة الدول التي تعاني مشكلة هجرة أدمغتها منذ زمن بعيد، رغم محاولتها العديدة في تبني إصلاحات تهدف لخلق مناخ وبيئة إيجابية للبحث العلمي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لكبحة الهجرة، بل استمرت بشكل متزايد بأعداد كبيرة تبعث على القلق ودق ناقوس الخطر لما له من مخاطر على مستقبل الأجيال القادمة. ولأن العلم والتعلم يعد نواة ونقطة انطلاق التقدم الأمم ودعامة أساسية للتنمية الشاملة، كان لابد علينا
كان لابد علينا من طرح هذا الانشغال على أهمية التعليم العالي ودوره في صناعة العقول وتطويرها ونشر المعرفة وتطوير البحث العلمي الذي له الأثر المباشر على التنمية والتقدم في شتى المجالات في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن القومي للدول والمنظمات وضمان الاستمرارية المطلوبة في هذا المجال، حيث تعتبر الجامعات المورد الرئيسي لإنتاج الكفاءات والطاقات البشرية الفعالة وفق أسس علمية صحيحة يمكن الاعتماد عليها للنهوض المعرفي والإقلاع الاقتصادي، وبالتالي فالجامعة تعتبر أهم المؤسسات التعليمية والمنظمات التي تؤثر وتتأثر بالتحولات الكبرى والمتسارعة، مما أصبح يشكل عبء ثقيل عليها ألزمها إيجاد آليات التكيف مع هذه المتغيرات التي شملت كافة الأصعدة وفي شتى المجالات. ومن هذا المنطلق الذي فرض نفسه اليوم يمكن صياغة إشكالية مداخلتنا على النحو التالي: ما هو دور مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في خلق بيئة ملائمة لكبح هجرة الأدمغة؟ وقد قسمنا هذا التدخل إلى 4 محاور، هو تعريف الهجرة الأدمغة أسبابها وأنواعها، المحور الثاني الآثار الحقيقية لهجرة الأدمغة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، المحور الثالث الحلول والآليات للحد من ظاهرة الهجرة الأدمغة الوطنية، المحور الرابع هو دور مؤسسة التعليم العالي الجزائرية في خلق بيئة ملائمة لكبح هجرة الأدمغة. وإلا أنه إن المحاور الثلاثة نظن أنها استوفت حقها من مداخلات الزملاء، نمر مباشرة إلى المحور الرابع الذي هو عنوان مداخلاتنا، حيث أن الأهمية الاستراتيجية لدور الجامعة الجزائرية ومشاركاتها الفعالة في دفع لجنة التنمية الوطنية أصبح أمر ضروري ومهم لا يمكن أي أشكال من أشكال تغافل عنه في ظل التطور العلمي التكنولوجي الهائل والمتسارع في عالمنا اليوم، مما يزيد مسؤولية الوزارة المعنية والنخب بمختلف تخصصاتهم في التفكير جديا في وضع خارطة طريق تساهم بشكل مستعجل بالنهوض بالقطاع انطلاقا بتوفير البيئة الملائمة للبحث العلمي ووضع الجامعة في وضع مريح يسمح لها بالقيام بدورها المنوط بها، وذلك بدعم ميزان القطاع وتكريس التعاون المشترك بين صناع القرار والكفاءات العلمية التي تمثل العجلة الحقيقية للتنمية وأحد أهم الموارد في سلم النهوض الاقتصادي في ظل التسابق العالمي نحو الريادة في شتى المجالات وخاصة التطور التكنولوجي، والذي أصبح يشكل اليوم أهم الاستراتيجيات بالنسبة للدول المتقدمة. وهذا ما زاد في حجم مسؤولية المنظومة التعليمية بجعل مخرجاتها تتماشى ومتطلبات سوق العمل وعدم الاكتفاء بالدور التقليدي بالتلقين وإعطاء الرتب والشهادات بدون مطابقتها للواقع المتسارع، وهذا يعد من أولى الأولويات إذا أردنا النهوض بالقطاع وكبح نزيف هجرة الكفاءات للخارج. إن الجامعة الجزائرية اليوم أصبحت أمام تحدي كبير مما دفع بها لتطوير في بنيتها التحتية، وبالتالي هي جامعات ناشئة لا يمكن تحميلها فوق طاقاتها ومقارناتها مع أضخم الجامعات العريقة في العالم، فانطلاقا من 3 مؤسسات جامعية إبان الحقبة الاستعمارية إلى 109 مؤسسة تعليم للعالي أو 111 بعد فتح المدرستين مدرسة للذكاء الاصطناعي والرياضيات، أصبحت 111 مؤسسة تابعة إلى وزارة التعليم العالي تحت إشرافها في التأطير البيداغوجي. وكلا نبخس الجامعة الجزائرية قدرها وقيمتها، لا بد لنا أن نعترف أن خريجي الجامعة الجزائرية وأدمغتها يشكلون أهم الأدمغة المطلوبة في العالم بكل تخصصاتها، حيث أثبتت جدارتها وعلو قيمتها، وهي التي تساهم اليوم بشكل مباشر في تطوير قطاعات هامة واستراتيجية لدى الدول المستقبلة، مما جعلها تحظى بالاهتمام والرعاية وحتى الإغراء قصد التأثير عليها والاستفادة منها في تطوير البحث العلمي لدى هذه الدول. إن التمعن في النمو المتسارع والواضح للبنى التحتية لقطاع التعليم العالي وهذه الأرقام إنما يدل على مجهود كبير يبذل من طرف الوزارة الوصية ساهم بشكل ملحوظ وفعال في تطور القطاع الاستراتيجي وامتصاصه لفئات كثيرة ومتنوعة من المجتمع في سوق العمل، وهو ما انعكس إيجابا في بقاء كفاءات كبيرة تشتغل فيه بالرغم مما يسجله من نقائص وجب العمل على سدها والعمل على مصايرة ومواكبة التغيرات المتسارعة في العالم.
وقد أشار موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى محاور استراتيجية فيما يخص في حلول مقترحة تطوير الكفاءات العلمية والحفاظ عليها، وهذا باعتبار أن الجامعة هي الترسانة الأولى للحفاظ على العقول وترغيبها في البقاء في موطنها الأصلي، وقد جاءت كالآتي، وهي جاءت حول 8 نقاط نحاول اختصارها. النقطة الأولى تعزيز مسار التنمية في الجامعة استنادا إلى مواردها ومهاراتها، يتم التركيز على ملفات هيكلة مثل تحيين إطار تشريعي ومراجعة خريطة التكوين الوطنية، تطبيق مبادئ وقواعد الحكم الرشيد من خلال اعتماد نهج قائم على المشاركة واللامركزية في التسيير في الإدارة، والتعميم التقييم المستمر، وتعزيز الاتصال وإنشاء وكالة للجودة والاعتماد وإنشاء وكالة للمعادلات. استشراف القطاع نحو المستقبل من خلال تطوير المستمر للرقمنة في كل من التعليم والحكومة، إعادة تركيز التعاون الدولي ولا سيما حول الشراكة المربحة للجانبين، وتعزيز آلية تنقل الأساتذة الباحثين على الصعيد الدولي. فبالرغم من أهمية هذه الحلول المقترحة والتي تشكل جزء من الحلول، إلا أنه ممكن أن نضيف بعض الخطوات والحلول التي نراها قد تساهم في معالجة بعض جوانب هذه الظاهرة، وجاءت كالآتي: المزيد من الرفع ميزانية البحث العلمي والتي أصبحت اليوم أكبر من ميزانية التسلح في الدول المتقدمة، والتي أثبت نجاح التوجه بالاعتماد على رأس المال البشري يعد من أهم الموارد التي تحقق التنمية المستدامة. التنسيق بين مخابر البحث العلمي والباحثين بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة تسمح لهم بالعمل الجماعي بعيداً عن الأنانية الفردية، والتواصل المستمر وفق خطة موحدة ورؤى دقيقة لمجمل البحوث والمشاريع التي تساهم في تطور القطاع والدفع بعجلة التنمية الوطنية الشاملة. التأثير على صناع القرار بالاعتماد على الكفاءات الوطنية في رسم معالم البرامج الحكومية وفق أسس علمية وقواعد متينة ومرجعيات علمية لا يمكن الاستغناء عنها في مواجهة جميع مشاكل القطاعات بالمشورة ووضع الحلول اللازمة، وعدم الاكتفاء والانغلاق بالعمل داخل الجامعة فقط. رابعاً، إبعاد الجامعة كلياً عن الصراعات السياسية والتي غالباً لا تهدف إلى خدمة القطاع، بل تزيد التفرقة وتزرع الشك واليأس وتقلل من الجهود المرجوة من القطاع. خامساً، ضمان الحرية العلمية أو البيداغوجية التي تعد من أهم عناصر النجاح والإبداع لدى الباحث، والتي تجعل ولاءه إلا للعلم والبحث العلمي مما ينعكس إيجاباً على مخرجاته عموماً. سادساً، التركيز على كمية المتخرجين على حساب النوعية زاد في تدهور جودة التعليم والأداء والتقليل من الكفاءات الممنوع المتخرجة، وهذا مما يدعو إلى مراجعة سياسة ومعايير التخرج بشكل دقيق يسمح بتحسين النوعية والكمية الفعالة. سابعاً، إن الأطنان من مذكرات تخرج الأطروحات في كل سنة التي تبقى حبيسة الرفوف رغم تكلفتها والإنفاق عليها لا نرى لها أثر حقيقي في الواقع، والتي من المفترض أن تكون حلول لمشاكل شتى القطاعات وهما أفقدها قيمتها الحقيقية وأضحى أصحابها يكتفون بنيل شهادة التخرج فقط. وفي هذا الإطار لا بد من مراجعة حقيقية لهذه المعادلة بجعل هذه المشاريع دفع عالية تتماشى مع متطلبات وبرامج الدولة التنموية والاستفادة منها في خلق الثروة وتشجيع أصحابها لتجسيد طموحاتهم في الواقع، مما يعود عليهم بالنفع بذل الوقوف والتذلل أمام أبواب الإدارات والمؤسسات للحصول على منصب شغل لا تتماشى مع طموح ومستوى الباحث. ثامناً، تعد براءات الاختراع في الدول المتقدمة مؤشر لتنافسية الاقتصاديات ومن أهم الموارد المالية والهيمنة التكنولوجية الاستراتيجية، بعكس ما تمثله عندنا في غالب الأحيان مجرد إجراء إلزامي لنيل الدرجات العلمية والترقية الإدارية فقط، وهذا يعد من أهم عوامل فشل البحث وتفكيره في الهجرة إلى بيئة تحتضنه وتطور إبداعه من خلال التمويل وتجسيد هذه الاختراعات والمشاريع في الواقع، والتي تعود عليه بالنفع المادي والمعنوي ومصدر تمويل لمشاريع أخرى. والأمثلة لا تعد ولا تحصى. تاسعاً، الاستفادة من تجارب الدول التي كانت تصارع مثل هذه المشاكل ووجدت حلول جذرية ساهمت بشكل واضح وسريع في خلق بيئة علمية متكاملة وحاضنة في نفس الوقت للرأس المال البشري كالهند واليابان، والأمثلة كثيرة. بدل المزيد من الجهد للارتقاء في سلم تصنيف الجامعات العالمية المرموقة، مما يجعلها جامعات جاذبة تستقطب المزيد من النخب العلمية. وفي الأخير، إن مشكلة الهجرة الأدمغة
لا يمكن حلها بين عشية أو ضحاها، فبمجرد قرارات أو بمجرد قرارات وخطابات أنية، بل يجب أن تكون ثورة حقيقية في الذهنيات باحترام العلم والعلماء وبتوفير بيئة مناسبة للإبداع والبحث العلمي لدى صناع القرار والمجتمع ككل. كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل الجامعة لوحدها المسؤولية الكاملة على هجرة الكفاءات، إلا أنها تعتبر العنصر المحوري الذي يمكن الاعتماد عليه في المساهمة من تقليل هذه الظاهرة، وذلك بخلق البيئة المناسبة للاستثمار الحقيقي في العنصر البشري، وكذا تعزيز روح الانتماء لهذه الأدمغة. كما يجب على الجامعة أن لا تبقى منغلقة على نفسها في ظل المتغيرات المتسارعة حولها، فالواقع اليوم يلزمها الانفتاح للبيئة الخارجية وربط قنوات التواصل مع مختلف الهيئات الرسمية والاقتصادية المحلية والدولية بهدف التعاون المتبادل الذي يعود بالنفع على كل الأطراف. كما يجب علينا المحافظة على الإيجابية في تعاملنا مع هذه الكفاءات الوطنية والتي يعود لها الفضل اليوم في تحقيق السيادة والاستقلالية وتأميم ثرواتنا واستغلالها والاكتفاء باليد العاملة الوطنية في شتى التخصصات. إن الاعتماد على الكفاءات الوطنية بغية تحقيق اقتلاع اقتصادي هو ليس بخيار يمكن التفاضل بشأنه، بل أصبح يشكل ضرورة آنية وعاجلة لا مناص منها، بل هو الحصن الآمن الذي يحافظ على هوية ومكتسبات الأجيال ويحقق الاستمرارية. وبارك الله فيكم جميعا. شكرا دكتور بوعمامة على هذه المداخلة القيمة وعلى هذا العرض الوافي حول مؤسسات التعليم العالي ودورها، حيث حاولت الإجابة على إشكالية حول دورها المؤسسات التعليم العالي لتبني يعني صيغة أو استراتيجية أو آلية لكبح هجرة الأدمغة، وحاولت أن تقدم مجموعة من الحلول المطبقة، يعني هناك حلول مطبقة على مستوى وزارة التعليم العالي هنا في الجزائر، أهمها يعني تعزيز مسار التنمية وتعزيز قواعد الحكم الراشد في تسيير الجامعات، بالإضافة إلى يعني إعادة تنشيط البحث العلمي ومخابر البحث العلمي. إذن كلها عبارة عن آليات ممكن راهي مطبقة هنا في الجزائر، لكن السؤال المطروح أنا أطرحه ممكن حتى نثريه في النقاش فيما بعد، يعني ما مدى نجاعة هذه الاستراتيجيات المطبقة في الجزائر؟ ونحن نلاحظ الوضع قائم على ما هو عليه، يعني هناك استراتيجيات، هناك ترسانة قوانين مطبقة هنا في الجزائر، لكن نجاعتها أعتقد فيها إشكال أو فيها كلام لابد أن نثيره يعني فيما بعد في النقاش. فقط أود أن أوجه تحية للأستاذ التحق معنا الأستاذ فتح شويطر من اليمن من جامعة إب، أن أوجه له تحية خاصة. مرحبا بك دكتور معنا. الآن نذهب إلى المداخلة الموالية مقدمة من قبل الدكتور عيساوي نصر الدين والدكتورة حميزية لامية من جامعة أم البواقي. المداخلة معنونة بأنكراج دو لونيفرسيتي دون سون انفيرونمون لي نوفو لوفي دو ديفلوبمون تيريتوريال اون الجيري. دكتور عيساوي هل أنت في الاستماع؟ بونجور تو مون تريزور داتر بارمي فو دو نوفو. ما كونتريبيسيون بورت sur l'ancrage de l'université algérienne dans son environnement. Nous allons essayer de mettre l'accent sur la relation université et développement territorial au niveau régional ou au niveau géographique restreint. Donc, comme introduction, les innovations territoriales récentes font appel de plus en plus à la créativité des populations locales sans être obligatoirement liées à un fort niveau d'industrialisation ou de spécialisation productive. Elles révèlent en fait la vitalité des territoires. Comme problématique, afin qu'elle nous guide dans notre travail, nous avons mis cette problématique. Quels sont les ingrédients d'un bon ancrage de l'université dans son territoire? Et quel rôle peut-on attribuer à l'université algérienne pour booster un développement décentralisé? Nous avons organisé le contenu de ce travail en trois sections, un cadre conceptuel du développement territorial, les intérêts croisés de l'université et son territoire, et les ingrédients d'un bon ancrage de l'université algérienne dans son territoire. Donc,
nous pouvons distinguer entre deux approches qui ont contribué efficacement à faire naître cette approche du développement endogène, toutes les deux à faire naître puis à concrétiser le développement endogène décentralisé, le développement local des années 80, développement territorial des années 90, la régionalisation avancée, les pôles de compétitivité, les grappes d'innovation ou les technopôles. L'approche économique district industrielle forgée par l'économiste britannique Marshall à la fin du 19e siècle et une nouvelle approche apparue dans les années 80, appelée le milieu innovateur par le chercheur français Aydalou. Le territoire comme un nouveau lieu d'intervention publique. La notion de développement territorial des années 90 est une transition logique du développement local des années 80. Cependant, l'ingrédient principal de cette métamorphose est l'aspect identitaire régional qui refaçonne la pensée vis-à-vis le territoire ainsi ses composants et composantes. Je suis inspiré par la définition de Thor et Klein. Le développement territorial n'est pas une simple solution pour cibler les régions pauvres et défavorisées, mais plutôt une philosophie qui rassemble les intérêts socio-économiques, socio-culturels, environnementaux d'un territoire restreint. Deuxième section, les intérêts croisés de l'université et son territoire. L'enseignement supérieur a toujours constitué la base et le départ d'une transition plurielle réussie. La réussite d'une telle transition plurielle nécessite un dialogue entre l'université et toutes les parties prenantes d'un territoire pour amorcer une synchronisation ou une symbiose et un copilotage de l'interaction décisionnelle. On trouve plusieurs parties prenantes de l'université afin d'amorcer ce genre de développement. Par exemple, en Algérie, on trouve l'État comme une administration centrale dont dépend le financement de l'enseignement supérieur, les APC et les appuis comme autorités élues locales et régionales, les employeurs et les organisations patronales, par exemple les chambres de commerce ici en Algérie. Face à cette problématique, quelle est la contribution de l'université au développement économique local? Premièrement, le transfert des technologies. L'université peut constituer un partenaire et un milieu d'interaction entre le tissu industriel local et cela en matière de recherche, innovation et développement des produits industriels locaux. L'université peut jouer un autre rôle comme attraction touristique. Plusieurs participants dans les manifestations scientifiques internationales augmentent la durée du séjour scientifique et cela afin de profiter pleinement de ce déplacement, se détendre et explorer les villes qui abritent ce genre de manifestations. Un soutien non technologique à l'industrie, les facultés non techniques peuvent apporter un autre genre de soutien, mais cette fois-ci dans d'autres domaines d'appui, comme la gestion, la comptabilité, l'audit, le GRH et l'entrepreneuriat. La liste n'est pas exhaustive. Il existe d'autres contributions au développement économique local qu'on peut les donner à l'université, où l'université peut jouer. Il y a un autre groupe, la contribution socio-économique de l'université dans son territoire, par exemple le recrutement local. Les universités constituent de près ou de loin une opportunité de recrutement de la population locale, que ce soit spécialisée ou non spécialisée. Conférences publiques et vitalité scientifique, les universités ont toujours tendance à organiser des manifestations scientifiques afin de les réussir. Ils optent pour un sponsoring qui constitue une relation gagnant-gagnant entre l'entreprise et l'université pour faire la promotion des entreprises locales. Troisièmement, offrir une logistique pour le sport et les événements sportifs locaux. Beaucoup d'universités offrent le droit d'utilisation de ces équipements au monde extérieur. Ces moyens sont souvent aménagés en concertation
avec les autorités locales et vice-versa pour l'accès des étudiants universitaires à des équipements locaux extérieurs, les stades, les piscines et les salles omnisports. Là aussi, la liste n'est pas exhaustive. Il existe d'autres contributions du développement économique local. Troisièmement, ou la troisième section, quels sont les ingrédients d'un bon ancrage de l'université dans son territoire? Premièrement, et c'est le mal qui gangrène les universités algériennes, je vais afficher la couleur pleinement, je vais être franc, nos universités ne sont ni gérées, ni gouvernées, mais plutôt juste administrées. Une vraie gestion d'établissement universitaire ne devrait plus se baser sur un seul rôle, dépenser de l'argent public pour couvrir des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Toutefois, un leadership, un bon gérant d'université, est celui qui devrait explorer des sources de financement autres que l'argent public, faire entrer de l'argent, pour amorcer une stratégie pérenne d'autofinancement des établissements d'enseignement supérieur. Fixer les priorités de l'intervention, les caractéristiques et les spécificités d'un pays comme l'Algérie, un pays continent, responsabilisent davantage les élus locaux ainsi que les gestionnaires des universités à travailler main dans la main pour amorcer une gestion locale responsable qui prend en charge et qui fixe les priorités selon les caractéristiques et les spécificités de chaque territoire, chaque wilaya, chaque commune. Agir avec une identité régionale. La planification des facultés, des programmes, des spécialités devrait être en harmonie, en symbiose avec les besoins du territoire afin de participer activement à un développement territorial. Il se trouve en Algérie, 1541 communes. Il y a des communes à vocation agricole, à vocation commerciale, à vocation pastorale. Donc, chaque commune, chaque wilaya a des spécificités et les programmes peuvent rendre ou faire des programmes pour faire combler ce que les wilayas ont besoin, au lieu de participer malheureusement à engendrer une file d'attente interminable des chômeurs ou plutôt des diplômés chômeurs. Leadership et encadrement des actions institutionnelles, la place de l'élite dans la société lui confère une responsabilité de participer à élaborer des stratégies et non seulement à les appliquer. Malheureusement, ici en Algérie, on essaye d'appliquer les directives centralisées. Nous pouvons ainsi observer cette responsabilité en sollicitant à chaque fois le capital humain universitaire à encadrer ou à présider une gestion du changement en plusieurs domaines, que ce soit politique, économique, social, environnemental, culturel, etc., ou simplement en matière d'action publique communautaire. Recherche, développement et innovation. Nos universités sont invitées à collaborer afin qu'on puisse bâtir un monde meilleur. Le développement territorial n'échappe plus à ce mouvement mondial. En sus, les expériences internationales sont riches d'enseignements dans ce sens. Capacité de réaction. L'université devra mettre en place des mécanismes permettant de réagir à des situations nouvelles en lançant par exemple des nouveaux cours ou des nouvelles spécialités ou des nouveaux programmes de recherche pour être à jour avec les problèmes de la société. Là aussi, la liste n'est pas exhaustive. On trouve d'autres ingrédients qui peuvent booster ce développement territorial. Comme conclusion, le désenclavement de l'université algérienne sur le monde extérieur est une condition sine qua non afin de réussir un développement territorial qui rassemble les intérêts de tout le monde ou de toutes les parties et qui nécessite l'implication de tous les acteurs locaux en vue d'amorcer une gouvernance participative
dans une Algérie nouvelle. Merci de votre attention. شكرا دكتور عيساوي على هذه المداخلة القيمة التي حاولت أن يعني أن تربط الجامعة بمحيطها الإقليمي بمحيطها المحلي، ويعني نقيم مساهمة الجامعة في ظل دورها الجديد، يعني في ظل تنمية مجتمعها في تنمية محيطها بما يتماشى. يعني هذه ممكن أهم نقطة لابد أن نشير إليها في مداخلتك، هي أن الجامعة لابد أن تضع استراتيجية بما يتماشى مع محيطها الإقليمي حتى تحقق التنمية الإقليمية والتنمية المحلية التي يعني تماشيا مع خصوصية كل منطقة. يعني هذه ممكن أهم مساهمة في هذه المداخلة. نروح مباشرة للمداخلة الموالية المعنونة تحت عنوان نظام تثمين المكتسبات والخبرات كآلية لتوطين الكفاءات، قراءة في بعض النماذج الدولية، للدكتور أنيس كشاط من جامعة ستيف واحد. دكتور أنيس، هل أنت في الاستماع؟ دكتور أنيس لا نسمعك. هل تسمعني الآن؟ الآن نسمعك جيدا دكتور. نعم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، نتشرف مرة ثانية بلقاء إخواننا الأحباء في هذا الملتقى. عنوان موضوعنا هو تحت العنوان الآتي: نظام تثمين المكتسبات والخبرات كآلية لتوطين الكفاءات، قراءة في بعض النماذج الدولي. فكملاحظة مبدئية أنه ستكون نوعا ما أنها تكون ذات طابع براغماتي وعملياتي، يكون أنها تبحث في إشكالية عملية من خلالها نسعى إلى تقليل العقبات قصد توطين الكفاءات الجزائرية المنتشرة في الخارج على المستويات المؤسساتية والقطاعية وحتى الوطنية. وعليه طبعا النحو التالي: كيف يساهم نظام تثمين المكتسبات الخبرة المهنية في توطين الكفاءات الوطنية على المستويات المؤسساتية والقطاعية قصد بلوغ إقلاع اقتصادي فعلي في الجزائر؟ إذن تحت هذه الإشكالية إذن عندنا مجموعة من التساؤلات الجزئية: كيف يساهم نظام تثمين المكتسبات في الحفاظ على الكفاءات وتوطينها؟ ما هي أهم النماذج العملية؟ ما هو واقع نموذج الاعتراف بالمكتسبات والخبرات في الجزائر؟ وما هي متطلبات إنجاح نظام فعال لتثمين المكتسبات الخبرة المهنية في باختصار عناصر أساسية؟ أولها كمفاهيم أساسية لنظام التثمين، ثانيا أهم نماذج التثمين، ثالثها نجاح في الجزائر. كي أكون مختلف، لا يخفى عليكم أنه نظام الخبرة المهنية فيه مجموعة من المفاهيم القريبة منها، أهمها الخبرة المهنية والاعتراف أو ما يسمى بالإشهاد بالكفاءات، وآخرها هو تثمين مكتسبات الخبرة المهنية. هذا الأخيرة اللي هي تثمين مكتسبات الخبرة المهنية تجد أهميتها فيما يخص إيجاد طريقة موازية أو طريقة غير رسمية لتثمين ما يكتسبه الكفاءات من مهارات ومعارف عملية قد لا تسمى عن طريق الآلية التقليدية، خصوصا ما يعرف بلو ديبلوم. من الأمور أيضا التي ينبغي التمييز بها لفهم هذا الآلية تاع تثمين أو الاعتراف هو ضرورة التمييز بين تقييم الكفاءات وتثمين خبراتها والاعتراف بها أو ما يسمى بالإشهاد عن الكفاءات. فأوجه الاختلاف عديدة، سواء تعلق الأمر بالمرجعية أو الطريقة أو الهيئة المانحة أو الشهادة أو حتى الصالحين. إذن يبقى أهم أوجه الاختلاف أنه التثمين يعتبر مرجعية إشهاد خارجية يمكن استعمالها على المستوى الخارج المؤسسة، يعني إكسترا أورجانيزاسيونال. وأيضا قضية الصلاحية فهي قابلة للحركية على مستوى سوق العمل ولا تبقى تنحصر على المستوى المؤسساتي. فيما يخص أهمية تطبيق نظام تثمين المكتسبات فله أهمية على الكثير من الأبعاد، سواء كان معرفي أو عاطفي أو حتى اجتماعي. أي
أيضا يمكن تناول أهمية الإجهاد من وجهة نظر أفراد كما يمكن تناولها من وجهة نظر مدراء الموارد البشرية. نختصر هنا كي نكون مختصرين نتكلم عن البعد الأفراد، فنجده أنه ضمان أكبر لمزدحية التكوين الدولي. دكتور الصوت أنيس، صوت غير واضح نوعا ما. دكتور أنيس الصوت غير واضح الآن؟ راه واضح، قبل كان نعم. شويه ممكن هو تدفق الانترنت ضعيف. واضح الدكتور واصل انا راه واضح. نعم. نعم. اذا فيه يعطي فرصه اكبر ومصداقيه اكبر للتكوين الذي يتحصل عليه الفرد على المستوى الدولي، وبالتالي لما ياتي يدخل الى الوطن اذا سيقلل من الصعوبات والعراقيل التي لا تعطي القيمه الفعليه لمستوى تكوينه في الخارج. ايضا الحصول على وظيفه على المستوى الدولي ومكانه اجتماعيه ومهنيه عاليه تليق بمستوياته ومكتسباته المعرفيه. اذا في هذا الباب لا يخفى عليكم انه فيه الكثير من النماذج الدوليه فيما يخص اساليب تثمين المكتسبات والخبرات او الاعتراف بالكفاءات. اولى هذا النماذج كانت في الولايات المتحده الامريكيه التي كانت بداية من سنوات الستينيات، يعني باش نعرفوا أن النموذج الأمريكي هو نموذج جد متقدم فيما يخص طريقة التعامل مع الكفاءات وتثمين لها وبالتالي جذبه والحفاظ عليها، ولعل أنه كان هذا أحد أسباب النهضة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نجد حوالي أكثر من 400 وكالة تنظيمية تمنح شهادات الاعتراف بالخبرات والمكتسبات، زيادة إلى أكثر من 2000 كلية وجامعة حاليا التي تمنح هذه شهادات الاعتراف. إذن خصوصا ونحن نتكلم عن الكليات والجامعات، فعلى عكس ما هو متعارف في نظامنا التعليمي هنا، فالنظام التعليمي في الدول الأنجلوساكسونية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تساهم في تثمين الخبرات والمكتسبات التي يحصل عليها أي فرد خارج جدران الجامعة، وهذا ما يدل على الدور المحوري الذي تلعبه الجامعات والكليات في توطين الكفاءات. إذا لعل من بين هذه المنظمات هو المنظمة الوطنية لضمان الكفاءة نوكا من مجلس كبير أنسي إكسترا. النموذج الثاني هو النموذج البريطاني الذي ظهر بداية من سنوات السبعينيات تحت NVQ. إذن هذا النظام من بين أشهر الوكالات التي تخدم فيه هي وكالة تطوير الكفاءات القطاعية، هيئة إشهاد والمصادقة على الكفاءات. الميزة الأساسية لهذا النموذج هو مستوى التزامه بتوضيح جميع مستويات التأهيل المتمثلة في التكوين ونتائجه والتقييم والمصادقة والاعتراف بغرض النظر أو عفواً بغض النظر عن أماكن التكوين. إذن الأهم هو مستوى التأهيل دون أخذ بعين الاعتبار لمكان الحصول على التكوين أو الدبلوم إلى غير ذلك، وهو ما يسمح إذن من خلق حركية هائلة لذوي الكفاءات الفعلية على المستوى العالمي. النموذج الثالث هو النموذج الفرنسي واللي ظهر تقريبا بعد سنة 1998 تحت اختصار IAE سيستم دو فاليداسيون دي زاكي دي زيكسبيريونس. إذا أول ملاحظة أريد أن أنوه عليها هنا هو الفارق أو الفجوة الزمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. فالولايات المتحدة الأمريكية ظهرت نماذج عندها بداية حتى سنة 98، يعني الفارق حوالي 40 سنة، ويفرش هذا يشكل فجوة كبيرة بين الاقتصاديين. إذن من أهم المنهجيات المعتمدة هي نموذج لوكنام ونموذج كافا، وهي أكثر النماذج اعتمادا، ونحن كإطارات جزائرية متأثرين كثير بالاتجاه الفرنسي لدواعي كثيرة لا داعي لإعادة ذكرها. فعادة ما تلجأ الكفاءات الجزائرية إلى شهادات اعتراف سواء في مركز لوكنام في باريس أو نموذج كافا لتثمين مكتسباتها وبالتالي إمكانية الاندماج في سوق التوظيف على المستوى الدولي خاصة في الدول الفرنكوفونية. للأسف احنا في الجزائر ليس لنا لحد الآن نظام خاص بنموذج الاعتراف، لهذا فكثير ما تجهت الجزائرية إلى النموذج الفرنسي وكثيرات إلى النموذج البريطاني والأمريكي. الآن السؤال المطروح كيف يمكن إذن إنجاح
نظام تثمين المكتسبات على المستوى الجزائري. لهذا ارتأينا إلى التطرق إلى أهم متطلبات إنجاح العمل بهذه المبادرة. إذن بوبناها في العديد من الأبواب، أولها المتطلبات ذات العلاقة بالمنظومة القيمة. ضروري لإنجاح نظام تثمين المكتسبات والكفاءات على المستوى العالمي أن يحدث تجديد في تقنين العمل بخصوص تثمين الخبرة المهنية، للأسف التي لازالت ترتكز على تعداد سنوات العمل حسب ما ورد في آخر تقنين عمل لسنة 1991، وآخر تصنيف متعلق مثلاً بالمناصب حسب ما هو معمول به في الوظيفة العمومية الذي كان سنة 2006. يعني فيه يعني تأخير كبير فيما يخص تحيين الجانب القانوني. ما يتعلق أيضاً بالمنظومة المؤسسية هو ضرورة مراكز للخبرة والاستشراف ومراكز للمصادقة والمرافقة، وكذلك مراكز متخصصة في الإجهاد والاعتراف زيادة عن الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي. إذن وأكد مرة أخرى يعني أخذا بالتجربة الأمريكية أنه ضرورة تفعيل الجامعة والكليات المتخصصة والمعاهد المتخصصة في تثمين مكتسبات التي تحصل عليها الإطارات من معارف وخبرات في الجانب العملي والجانب الميداني على المستوى العالمي، كي نتمكن من إعطاء لكل ذي حق حقه ولكل ذي قيمته العلمية والمهنية. المتطلب الثالث يرتبط بضرورة إنشاء مرصد وطني للكفاءات ومراصد قطاعية كي نتمكن فعلا من معرفة ما تكتسبه الجزائر من كفاءات حسب القطاعات السوسيو اقتصادية، وهذا ما يمكن من تفعيل وممكن استغلال واستثمار الكفاءات الجزائرية المنتشرة على المستوى العالمي. إذن للأسف حتى نحن طرق ما زالت جديدة بدائية ترتكز على العلاقات الشخصية، ممكن من يظهر في الشاشة ومن يظهر في الإعلام هو الأولى ممكن لتكون عنده حظوظ أكثر لتثمين مكتسباته وممكن توظيفها في مجالات سوسيو اقتصادية معينة. إذن لهذا نحن ندعو إلى ضرورة تفعيل أكبر لمدونة وطنية للمهن التي سبق أنه أن كان آخر تحديث لها سنة 1998، والتي قدمت لها انتقادات كبيرة من طرف المتخصصين. هو نظام وطني لتثمين المكتسبات المهنية يتضمن إذا نظم قطاعية خصوصا الاستراتيجية منها، خاصة ما يتعلق باقتصاد المعرفة. أيضا ضرورة تفعيل أكبر لمنظمات المجتمع المدني بما يمكن من توظيف مختلف المكنونات المجتمعية على المستوى المحلي والدولي، ولعل أحسن مثال هو هذا الفرصة تاع هذا الملتقى، حيث أن جل الكفاءات الدولية الجزائرية المنتشرة على مستوى الخارج والتي شاركتنا اليوم في هذا الملتقى الدولي كان ممكن سبب مشاركتها هي العلاقات التي تربط اللجنة التنظيمية واللجنة التي ترأست هذا الملتقى إذن مع تلك الكفاءات المنتشرة خاصة في دول جنوب شرق آسيا. إذن كخاتمة نخلص هذه النتائج. إذن يتطلب إذن إنجاح نظام تثمين المكتسبات والخبرات بالمنظمات الجزائرية الاعتماد إذن على المدونة الوطنية والدولية للوظائف والكفاءات وآليات وأدوار الاعتراف وتثمين المكتسبات والخبرات. وأيضا من بين الأمور التي ينبغي إذن التأكيد عليها هو ما يتعلق بخلق أرضية قانونية تسمح بممارسة هذا النظام بما يتوافق والقوانين سارية المفعول في كل القطاعات الاقتصادية والمهنية، وضرورة أيضا تشكيل مجالس للكفاءات القطاعية، إذ أن كل مجلس يتولى مسؤولية تحديد وتعريف وتحديد مرجعية الكفاءات المهنية المتوافقة مع قطاعه، وبالتالي إعطاء لكل ذي قيمة قيمته الفعلية بما يليق به وبما يشجعه ويعبئه كي إذن يندمج في إطار هذا المشروع الإقلال الاقتصادي على المستوى الوطني. وشكرا وأستسمحكم إن أطلت. أشكر الدكتور أنيس على هذه المداخلة الدقيقة وعلى هذه المداخلة القيمة، يعني دخلت في صميم يعني العمل الجامعي والعمل التعليم العالي،
وهو ما يسمى بنظام التثمين والتثمين المكتسبات والخبرات، لأنه أعتقد أن الإشكال الآن في الجامعة الجزائرية بصفة خاصة هو تثمين، هو مشكلة تثمين العمل العلمي والعمل البحثي. لابد من إعادة النظر في نظام التثمين. أشرت إلى يعني مجموعة من النماذج، سواء النموذج الفرنسي أو النموذج الأمريكي أو النموذج البريطاني. أهم العامل المشترك فيها كلها هو أنه لابد أن نركز على مستوى التكوين وليس على مكان التكوين، يعني على ما يمكن للمتخرج من الجامعة أن يقوم به وليس على المكان الذي تخرج منه. طبعا أشرت أيضا إلى ضرورة يعني إنجاح نظام التثمين المكتسبات وتثمين البحث العلمي. أهمها أنه لابد من استحداث ما يسمى بمراكز الخبرة ومراكز الاستشراف التي تثمن، والتي يعني تسعى إلى تطبيق هذا التثمين في الجامعة الجزائرية. مشكور دكتور على هذه المداخلة الدقيقة. الآن ممكن كان مداخلة يعني تأخرت من اليوم الفائت للدكتورة بورحلة سارة من جامعة الجزائر 3، موسومة بعنوان التوجهات الحديثة للكفاءات الوطنية في ظل التنمية. دكتورة بورحلة، هل أنت في الاجتماع؟ نعم أستاذ. تفضل يا دكتورة. بادئا ببدء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم بصدد تقديم مداخلة تحت عنوان التوجهات الحديثة للكفاءة الوطنية في ظل التنمية. لقد أصبح أسلوب التسيير الكفاءات وتطويرها أسلوب الأنسب لإدارة المنظمات، مما دفع الحكومة الجزائرية إلى تبني برامج تنموية أساسية متميزة من أجل ضمان للمؤسسات القدرة على مواجهة وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي، ولا يقتصر الأمر على التطور التنظيمي والمجتمعي بل يتعداه إلى التنمية الشخصية والرقي الإنساني. ومن هنا يمكن القول بأن من شأن الاهتمام بالكفاءة الوطنية الأكاديمية والمهنية وتطويرها ضمن توافق وانسجام كبيرين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للجزائر. ومن هنا يمكن صياغة الإشكالية التالية: ما مدى مساهمة البرامج التنموية في رفع الكفاءة الوطنية؟ ومن أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة في الورقة البحثية، قمنا بتقسيم البحث إلى المحور الأول وهو الإطار المفاهيمي، والمحور الثاني وهو تنمية الكفاءات الأكاديمية والمهنية في ظل البرامج التنموية الوطنية. أولاً نتطرق إلى مفهوم الكفاءة. يعتبر مفهوم الكفاءة من المفاهيم الشائكة، حيث عرفها لوك بايرل. الكفاءة هي القدرة على تنفيذ المهام محددة وهي قابلة للقياس والملاحظة في النشاط وبشكل أوسع. الكفاءة هي استعدادات لتجنيد ووضع الموارد في العمل، والكفاءة لا تظهر إلا أثناء العمل. أبعاد الكفاءة، عندنا ثلاث أبعاد للكفاءة. عندنا أول بعد هو المعرفة، وترتبط المعرفة بالمعطيات الخارجية وإمكانية استعمالها وتحويلها إلى معلومات مقبولة. أما ثانيا المهارة، فهي القدرة على تنفيذ والعمل بشكل ملموس وفق سيرورة أهداف محددة مسبقا. أما الاستعدادات فهي قدرة الفرد على تنفيذ المهام. ثانياً مفهوم التنمية وأساليبها. تنمية الكفاءات هي عبارة عن أنشطة تقوم بها المؤسسة تهدف إلى زيادة القدرة المعرفية للموارد البشرية وتحسين مستواهم التفكيري الجيد لديها، بالإضافة إلى زيادة مهاراتها في حل المشكلات. من بين الأساليب التنمية الكفاءات نجد التدريب والتطوير، الذي هو يعتبر الجهد المتطور. التدريب والتكوين. التدريب والتكوين هو الجهد المتطور والمخطط له لتزويد الموارد البشرية في المنظمة بخبرات ومعارف معينة. نجد مراحل التدريب، عندنا أولا تحديد الاحتياجات، إعداد البرامج، تنفيذ البرامج وتقويم البرامج. ثاني شيء عندنا التحفيز. التحفيز هو مجموعة المؤثرات الخارجية التي يحددها المديرين في إطار بهدف التأثير على القوى الداخلية للفرد. أما إدارة المعرفة
فهي يكمن الدور الحقيقي لإدارة المعرفة في تحقيق التكامل بين الموارد البشرية وتقنية المعلومات من أجل تحقيق أهداف المنظمة. أولاً عندنا برنامج دعم المحور الثاني تنمية الكفاءات الأكاديمية والمهنية في ظل البرامج التنموية الوطنية. عندنا أولاً برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 2001-2004، يعتبر تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي نقلة نوعية في السياسات الاقتصادية المعينة المعنية في الجزائر، وهي سياسة تستند للنظرية الكنزية المتضمنة رفع الطلب الكلي عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي الاستثماري. فقد خصصت الحكومة لإنجاز هذا البرامج أهم غلاف مالي منذ الاستقلال، حيث بلغ 525 مليار دينار جزائري وجه إلى القطاعات الرئيسية، وهي الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية، التنمية المحلية والبشرية، دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري، ودعم الإصلاحات، حيث بلغت نسبة المبالغ المخصصة للتنمية المحلية والبشرية 38.8% من إجمالي المبالغ المخصصة للبرنامج. ويشير ذلك على سعي الحكومة لتحقيق أهداف برامج متمثلة في التوازن الجهوي بين المناطق الوطن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن خاصة في المناطق الريفية، كما سيؤدي إلى دعم الموارد البشرية إلى رفع معدلات التنمية البشرية. عندنا بالنسبة للتكوين المهني، التكوين والتعليم المهنيين، نجد أنه ركز على عدة محاور، وهي إعادة الاعتبار للحرف التقليدية وتثمين وتطوير الحرف اليدوية الأخرى، إدخال تقنية المهن الاقتصاد الجديد المبنية على المعرفة، التكفل بتكوين وتحسين المستوى الموارد البشرية للقطاع، تنصيب مسار التعليم المهني. وبهدف تكوين مستخدمين مؤهلين، تم وضع برنامج شراكة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتطوير وتكوين في الحرف الزراعية، خاصة تلك المرتبطة بالوحدات كما الدواجن والزراعية والتقنيات الفلاحية. عدنا ودعم القطاع حسب التقارير ب 77 مؤسسة تكوين جديدة و13 هيكل بمجموع 20,000 منصب تكوين تضاف إلى الهياكل الموجودة، وبالتالي يرتفع العدد إلى 1035 مؤسسة إلى 1112، فتح 70 داخلية جديدة بطاقة استيعابية قدرها 4962 مكانا و6 نصف داخليات، ودعم القطاع بمرافق رياضية وثقافية، وتم تخصيص 2770 منصبا ماليا جديدا لصالح القطاع، منها 2656 مكون لتغطية احتياجات مراكز التكوين المهني والمعاهد الوطنية المتخصصة ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين، وتم اللجوء إلى رفع المنحة لصالح التقنيين الساميين بنسبة 50% منحة شهرية للمتربصين، بالإضافة إلى رفع منحة التجهيز من 300 إلى 2000 دينار. التعليم العالي والبحث العلمي، لقد قامت الدولة برفع حصة ميزانية البحث العلمي من 0.75% من ناتج داخلي الخام سنة 1999 إلى 1% سنة 2002 حسب ما كان مقررا في القانون التوجيهي، وفي إطار العولمة ووعي منها بالمهام المنوطة بالجامعة على مستوى الداخلي من أجل ضمان والتحكم في العلم والمعرفة، وعلى مستوى خارجي من أجل ضمان تواجدها واستمرار تطويرها بغية التبادلات الثقافية والحركة البشرية، حيث انخرطت الجزائر منذ سبتمبر 2004 في سياق العلم الخاص بإصلاح الأنظمة التعليم العالي، فمن خلال توصيات اللجنة الوطنية إصلاح المنظومة التربوية التي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد في 20 أبريل 2002، وانطلاق العمل على مستوى القصير والمتوسط والطويل، تم برنامج استراتيجي لتطوير القطاع ما بين 2004 و2013، حيث تم وضع هيكلة جديدة للتعليم مصحوبة بتحسين مختلف البرامج البيداغوجية واعتماد استراتيجية جديدة تتمثل في نظام يعتمد على 3 مراحل، ليسانس ماستر ودكتوراه. البرنامج ثانياً، البرنامج التكميلي لدعم النمو 2005-2009،
حيث بالنسبة للتكوين والتعليم المهنيين تم إنجاز 338 مركزا تابعا لهذا القطاع، منه 11 معهد تكوين و103 مراكز تكوين و116 ملحقات إلى 158 داخلية. وبالتالي يمكن القول أن هذا القطاع له دور كبير في تكوين اليد العاملة المؤهلة في جميع الميادين، والتي تساهم في الإنعاش الاقتصادي في جميع القطاعات وخاصة الصناعة والفلاحة. أما بالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي تم إنجاز ما يقارب 351,020 مقعد بيداغوجي، بالإضافة إلى 202,814 سرير و149 مقعد جامعي. وهذا عفوا دكتورة، عفوا لديك دقيقتان دكتور. نعم لديك دقيقتان، حاول الاختصار قدر المستطاع. بالنسبة لبرنامج توطيد النمو الاقتصادي، يهدف هذا البرنامج إلى قفزة نوعية في الأصعدة باعتبار من أكبر الأغلفة المالية المخصصة من قبل الدولة السائرة في طريق النمو، حيث تم تخصيص أكثر من 40% من موارد هذا البرنامج لتحسين التنمية البشرية، وذلك من خلال تحسين التعليم في مختلف أطواره. وفي الأخير، رغم الاهتمام الذي حظيت به تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها، لكن التجديد على الأرض الواقع لا يزال ضعيفاً، ويؤكد العديد من الخبراء الإداريين أن البرامج التنموية ركزت على ترقية الأداء والاهتمام بتحسين البيئة الموارد، وأشاروا إلى ضرورة توسيع المساحة للموارد البشرية في استراتيجية الدولة ومعالجة ضعف جودة الكفاءات الأكاديمية والمهنية، وضرورة وجود معايير واضحة لتقويم مع الالتزام بالشفافية في وضع السياسات وتطبيقها. ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية: أن التكوين المهني والتعليم العالي يعتبر نواة أساسية في تنمية الكفاءة الوطنية ورفع قدراتها وتحسين جودتها. ركزت البرامج التنموية التي تبنتها الدولة على ترقية الأداء وتحسين البيئة من خلال رفع القدرة الاستيعابية وإنشاء إنشاءات جديدة للمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، مما أدى إلى ارتفاع العدد الخريجي هذه المؤسسات مع ضعف في جودتها وكفاءتها. عدم المتابعة وتقييم البرامج التنموية خاصة بقطاع التعليم العالي والتكوين المهنيين، حيث شهد نموا فقط من حيث الطاقات الاستيعابية، عجز في التأطير الجامعي للقطاع التعليم العالي. وفي الأخير نخرج إلى توصيات، نستخلص التوصيات التالية، من بينها تثمين المناصب والمهن والوظائف التي ممارستها على مستوى ترابي من أجل جعلها أكثر جاذبية، وذلك عبر تدابير تحفيزية إيجابية ومحددة للأهداف، تقديم الدعم المنهجي والتقني اللازم، تبني سياسات عمومية في مجال تنمية الكفاءة الوطنية على جميع المستويات، وضع آليات واضحة للقيادة والتنسيق لتتبع وتقييم مختلف البرامج، تسيير وتنمية الكفاءة الأكاديمية والمهنية بشكل خاص. وفي شكرا على الإصغاء والمتابعة. شكرا دكتورة سارة على هذه الورقة العلمية التي ركزت على البرامج التنموية التي قامت بها الجزائر في الآونة الأخيرة ومدى تأثيرها على الكفاءات الأكاديمية، حيث تم استعراض مجموعة من البرامج المطبقة في الجزائر من الناحية منها على مستوى التعليم العالي. ممكن نتيجة نوصل إليها في هذا من هذه المداخلة، وأن هذه البرامج يعني كانت تثمن الكم على حساب النوع، يعني لاحظنا أن هناك من ناحية عدد الجامعات ومن ناحية عدد الطلبة، لكن يعني السؤال المطروح الآن هو ماذا عن النوع، يعني عن الكفاءة البيداغوجية وعن الكفاءة العلمية، سواء لخريجي الجامعة على جميع المستويات، سواء على مستوى ليسانس ماستر والدكتوراه، وكأن هناك يعني فقاعة تكبر، كان هناك كم كبير على مستوى ليسانس ثم على مستوى الماستر، والآن وصلنا إلى يعني مستوى الدكتوراه، عدد كبير من البطالين حاملين لشهادات الدكتوراه، وكأنها فقاعة يعني راهي تكبر إلى غاية لا أدري ممكن أن تنفجر. سؤال مطروح ممكن نتكلموا عليه فيما بعد يعني في المناقشة، يعني كيف يمكن أن نتحكم في هذه الأعداد الهائلة التي يعني لا تتواكب مع متطلبات سوق العمل. نعم، إذا نعتقد أنه استوفينا جميع المداخلات المبرمجة يعني في هذه الجلسة، وأيضا عوضنا مداخلة الدكتورة بورحلة في اليوم الفائت. إذا نشكر جميع الأساتذة على هذه المداخلات القيمة، والآن المجال مفتوح للمناقشة ولطرح الأسئلة حول ما تم استعراضه في هذه الجلسة العلمية الثرية والمتنوعة.
دعت بين دراسة للبرامج التنموية ودراسة لعلاقة لنظام تثمين الخبرات المهنية. يعني هناك العديد من المواضيع المهمة التي أثريت في هذه الجلسة. إذا سوف نفتح الآن المجال للمناقشة وطرح الأسئلة. طبعا سوف لإجراء تنظيمي سوف نتبع طريقة خاصية رفع الأيدي حتى تكون عملية المناقشة عملية منظمة. الأستاذ فتحي الشويطر، تفضل دكتور من جامعة إب من اليمن. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على إتاحة الفرصة، وشكرا يعني هذا المؤتمر العلمي الممتاز الذي يناقش موضوعا مهما متعلقا بدور الكفاءات الوطنية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي. في الحقيقة أنه بالنظر إلى الأوراق المقدمة في هذه الحصة تحديدا، وجدنا أن الأبحاث كلها تدور حول محاولة الحد من هجرة الأدمغة ومعرفة ما هي الأسباب وما هي التحديات التي يعني تجعل صاحب الكفاءة الوطنية العالية يذهب إلى خارج الوطن. ولكن بصراحة يعني أنا أريد أن أذهب من نقطة معاكسة، هل يمكن أن نرى أن هناك إيجابيات لهجرة الأدمغة أم لا؟ وبصراحة أنه ربما تكون الإجابة نعم، هناك مجموعة من الإيجابيات، لأن الذي يهاجر من وطنه ويذهب إلى مكان آخر هو ذهب لأسباب تخصه هو، ربما أنه ذهب من أجل التحصيل المادي والعلمي، وربما أنه ذهب بأسباب اقتصادية بحتة، وربما ذهب بسبب رفض مجتمعي معين، كما ربما أنه ذهب لأسباب شعر فيها بالاضطهاد وشعر فيها بالانتماء في المكان الآخر. عندنا في اليمن، يعني سأقول ذلك مثال، يعني بصراحة أننا نعاني من هجرة الأدمغة بشكل كبير جدا، ويكاد الشخص يعني يرى نفسه مؤهلا فإذا به يبحث عن فرصة لمن يقدره ولمن يعيش معه ولمكان يجد فيه ذاته بشكل أفضل. ولكن من ناحية أخرى نجد أنه استطاع أن يعيش حياة جيدة ستكون أحسن من الحياة التي يعيشها في داخل وطنه الذي ربما أجبره على الاغتراب، كما أنه ربما يخلق لنفسه مستوى عاليا من المعرفة يهيئه على التطور العلمي بطريقة أفضل، كما أنه بطريقة غير مباشرة ربما يستطيع أن يدعم أسرته أو من يعوله بطريقة أفضل، إضافة إلى أن زملائه من الآخرين ربما يجدون فيه نموذجا يستطاع أن يحذو حذوه فيقول له ابحث لنا عن مكان إلى جوارك نستطيع من خلاله أن نتطور بأنفسنا ونهرب من هذا الواقع الذي نعاني فيه. طبعا هذه الإشكاليات هي مشاكل وليست حلولا، إلا أنها ستكون إيجابية لمن هاجر يعني بكفاءته الوطنية إلى خارج بلاده. ولذلك فيعني أنا كنت أريد من المداخلات أن تركز ليس على أسباب الإشكاليات التي الإشكاليات العامة، نريد أن نذهب بالنظر إلى ما يعانيه المهاجر بذاته ونتلمس مشاكله، هل يمكن بإجراءات بسيطة أن نساعده على العودة إلى الوطن ونستفيد من كفاءته التي هاجر بها ويعني نحولها إلى أمر إيجابي يمكن أن يعود به على النفع، أو هل يمكن أن نذهب بالنظر إلى الفائدة بالعقول المهاجرة التي هاجرت من العالم العربي إلى خارجه فنستفيد منها وهي هناك في تلك الأماكن فتجعل لنا مقعدا بين دول العالم وبين الدول المتقدمة؟ وهذا السؤال يعني بصراحة أطرحه على جميع أصحاب المداخلات، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، ولكم التقدير ولكم الشكر في، وأتمنى لكم نجاح الملتقى وتمامه على خير، شكرا جزيلا. شكرا دكتور فتحي على هذه الإضافة يعني الطيبة التي تمحورت حول أنه يعني لابد أن نرى الإيجابيات لهجرة الأدمغة، لكن بشرط أنه هذه الهجرة لابد أن نستفيد، أن نضع استراتيجية كيف نستفيد من هجرة الأدمغة ومن هجرة هذه الكفاءات. إذا نروح للأستاذ رحيم شنيني، لديه تدخل.
تفضل دكتور. تحية طيبة للزملاء والأساتذة المتدخلين. تدخلي راح يكون من المحور اللي دخل فيه زميلي الأستاذ أنيس كشاط حول الاعتراف بالكفاءات. فهل السؤال هو هل الكفاءات تحتاج إلى اعتراف أم تحتاج إلى تتمين؟ فمن خلال تجربتنا حول الاحتكاك بالكفاءات الجزائرية فوجدنا النقطة اللي موجودة على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول الاعتراف بشهاداتهم، يعني تحز في نفسهم إن لم أقل أنه متضمرين من هذه النقطة. فكفاءة عالمية في جامعات مصنفة من ضمن أحسن الجامعات، وبعد التمرح عبر جهاز إداري قد يأخذ السنوات العديدة لكي تعترف بشهادته. فأنا من هذا المنطلق أقترح أن الكفاءات الجزائرية وخاصة يعني اللي مطلوبة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الإقلاع أنها تمر عبر جهاز يسمى التتمين وليس الاعتراف، وبالضبط عبر لأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لديها وكالة تقوم بتتمين البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. فأقترح أنه عوض أنه نمرر هذه الكفاءات على جهاز إداري بيروقراطي قد يأخذ العديد من الوقت ويعطل العملية، أقترح أنه يتمن عبر الوكالة الوطنية لتتمين البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كي يعني تأخذ بعين الاعتبار هذه الكفاءة وما ستقدمه للاقتصاد، ولما لا مستقبلا حتى التسمية تحت واللي وكالة تتمين البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والكفاءات. هذا مقترح وشكرا. شكرا دكتور رحيم. دكتور أنيس هل لديك تعقيب أم؟ نعم شكرا. إذن الشكر موصول للأستاذ شنيني من جامعة غردية. إذن سؤال في محله وجوهره، فقط كتصحيح على اعتبار أنه هذه الأمور هي من تخصصي الدقيق، أنا سبق وأن قلت بأنه نظام تثمين المكتسبات والخبرات أيضا من تسمياته المرادفة له هي الاعتراف، سي لا سيرتيفيكاسيون دي كومبيتونس دي زاكي. إذن نظام الاعتراف هو نفسه هو نظام للتثمين، ويعتمد هذين المفهومين في الجانب الأكاديمي كمرادفين. إسقاطنا على الواقع الجزائري هنا، نعم الكفاءات الجزائرية المنتشرة على المستوى العالمي إذا كانت لها نية الدخول إلى الوطن فهي تصطدم مع جدار بيروقراطية الإدارة. للأسف أنه الآلية الوحيدة للاعتراف ممكن بالدبلوم وليس المكتسب والخبرة هو أنه لابد أن الفرد يمر على هيئة مركزية على مستوى وزارة التعليم العالي، وهو ما لا نجده في التجارب الدولية. سبق وأن أعطيت لكم رقم أنه في التجربة الأمريكية كاين أكثر من 2000 جامعة وكلية ومراكز بحث متخصصة لها الأهلية لمنح شهادة الاعتراف وتثمين مكتسبات الأفراد. على العكس احنا في الواقع الجزائري تاعنا عندنا جهاز مركزي واحد، يعني تصوروا واحد مقابل 2000، يعني حجم البيروقراطية التي ستواجهها الكفاءات إذا أرادت أنها تدخل إلى أرض الوطن. وثاني شيء لابد أن نميز به بين ما هو معمول به في الجزائر، أن التثمين احنا الموجود على المستوى الجزائري هو تثمين للبحوث وليس تثمين لخبرات وكفاءات الأشخاص. لهذا أحيي الأستاذ شنيني لأنه نظن أنه أدرك هذا الإشكالية بشكل دقيق. إذن ضرورة استحداث جهاز يعنى بتثمين الكفاءات والخبرات الفعلية التي اكتسبها الأفراد بالموازاة مع تثمين لنتائج بحوثهم العلمية. شكرا.
شكرا دكتور أنيس. فقط أذكر فقط من يريد أن يتدخل أن هناك خاصية رفع اليد يعني في أسفل الشاشة، رفع اليد reactions هي موجودة في أسفل الشاشة على اليمين reactions، هناك يعني يقوم برفع اليد دكتور عيساوي. إذا ممكن نشوف تدخل الأستاذة سلسبيل كيتيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة باختصار من فضلك، باختصار فضلي. جميع الأشخاص رجاء أن بالنسبة لجميع التدخلات نلقوا أنه هناك منحنى، هناك منحنى يسمى منحنى الابتسامة، قام به واحد يخدم في إدارة الأعمال، قال أنه هناك دائرة البحث والتطوير، دائرة المهندسين، ودائرة التقنيين. إحنا لما نجو ندرسوا هجرة الكفاءات، هجرة الأدمغة، نلقوا أنه أغلب المهاجرين هم عبارة عن يكونوا في دائرة البحث والتطوير. السبب الآن نقدر نقول أنه يرجع لأنه البحث العلمي في الجزائر للأسف ما راهوش في المستوى المطلوب، ولكن هل هناك أسباب أخرى رئيسية تجعل الباحثين هم اللي أكثر نوع من الأشخاص يروحوا يعني يهاجروا؟ وشكرا. شكرا دكتورة سلسبيل على هذه هذه الإضافة. البروفيسور موسى بن منصور يرفع يده، تفضل بروفيسور موسى. شكرا أستاذ دكتور وليد العيب على إتاحتنا هذه الفرصة، وشكرا كذلك على إدارة هذه الجلسة بشكل ممتاز جيد. الشكر موصول كذلك لكل المتدخلين في هذه الجلسة. في الحقيقة أنا أشاطر الأستاذ والدكتور فتحي شويطر رأيه على أن أغلب المداخلات لهذه الجلسة يعني ركزت على وصف المشكلة، ولكن لم يعني تقدم حلولاً أو مقترحات ذات طابع عملي لإيجاد ربما أو منفذ أو مخرج من هذه المشكلات. وهذا الأمر في الحقيقة هو المطلوب في مثل هذه المؤتمرات وفي هذه الجلسات، وربما سوف أحاول أن أقدم بعض في لكل متدخل يعني أو بعض منهم أسئلة مباشرة هكذا حول الحلول التي يمكن تقديمها. بالنسبة للمتدخلة الأستاذة سهيلة بالخير التي تحدثت حول هجرة الأدمغة ووصلت في نهاية المطاف إلى يعني بعد وصف ويعني ب من مختلف الجوانب إلى أن المشكلة يعني ما وصلت إليه في النهاية أن هناك مشكلة حقيقية في الكفاءات الجزائرية وتتطلب حل جذري. هذا هو وكأننا إذن وصلنا إلى المشكلة التي انطلقنا منها، ما هو الحل الذي نراه ربما مناسبا لإيجاد ربما منفذ لهذه الكفاءات التي هاجرت؟ كيف نستفيد منها؟ وبالأمس في جلسات الأمس كان هناك العديد من الأساتذة الذين هم في الخارج، ولكن بيّنوا بأن هناك مجالات أو فرص كبيرة للتعاون وتقديم خبراتهم على المستوى المحلي. يعني لا تعني الهجرة أنه يعني ضاع أو ضاعت هذه الكفاءة، ولكن هناك فرص أخرى للاستفادة منها. فما هو الحل الذي تقترحه الأستاذة في هذا الإطار؟ كذلك بالنسبة للأستاذ بوعمامة قدم ربما موضوعا لا أدري حول دور مؤسسات التعليم العالي في كبح الهجرة. سؤال يعني هل تعتقد بأن المشكلة تكمن فعلا في غياب بيئة ملائمة في مؤسسات التعليم العالي؟ لأننا نلاحظ بأن الهجرة تمس كل الكفاءات، لاحظ بأن أطباء معناه بعد ما يتخرج من الجامعة، المشكلة ليس أثناء وجوده في الجامعة ولكن عندما يتخرج من الجامعة، خلاص دور الجامعة الآن ومؤسسة التعليم الآن عندما يصبح ذا شهادة طبيب مهندس مدير أو أي شيء، هنا يجد نفسه يعني مضطرا إلى الخروج خارج البلد. فالسؤال المطروح يعني كيف تعتقد أنت بأن يعني الحل موجود على مستوى مؤسسات التعليم العالي والمشكلة أعتقد أنها مختلفة؟ كذلك بالنسبة للأستاذ عيساوي أو دكتور عيساوي قدم موضوع في الحقيقة مهم وهو موجود في الجزائر الآن. لاحظ بأن تقريبا كل ولاية من ولايات الجزائر إلا وفيها جامعة أو جامعتين،
وتقريبا كل هذه الجامعات بنفس التخصصات تقريبا، نفس المشاريع البحثية، نفس، بمعنى السؤال المطروح ما هي يعني في ذمة تقدم به الأولويات ذات الطابع العملي التي يجب التركيز عليها لتحقيق أهداف ربط الجامعة بمحيطها أو بمنطقة المحلية التي تنتمي إليها. يعني من المفروض أن إنشاء كل جامعة في منطقة إلا ولها خصوصيات معينة، مع أن الجامعة أنشئت ببرج بوعريج لأغراض تختلف نسبيا عن تلك الموجودة ربما بغردايا أو بجامعة أخرى أو بولاية أخرى. كذلك بالنسبة للأسف الشديد أستاذ كشاط زميلي قدم مداخلة في موضوع مهم جدا، ولكن للأسف كان الصوت متقطعا ولم أتمكن من تسجيل، ولكن كان الموضوع فعلا يركز على فكرة جوهرية جدا وهي الاعتراف وتثمين الشهادات أو تثمين الكفاءات، لأن الشهادة لوحدها قد لا تعكس مقدار الكفاءة التي يعني يتمتع بها حامل هذه الشهادة وربما شهادات أخرى. بالنسبة للأستاذة سارة برحلة قدمت كذلك في بداية مداخلتها تعريفا، وإن كان يعني هناك تعريفات كثيرة للكفاءة، ولكن هذا الذي ربما لفت الانتباه أن الكفاءة لا تظهر إلا أثناء العمل. وهنا يطرح التساؤل، إذا كان فعل الكفاءة لا تظهر إلا أثناء العمل ونحن المشكلات كلها تقع قبل أن يحصل هذا الكفء أو هذا الخريج على عمل، فما هو التصور الذي تراه الأستاذة أو نظرتها للكفاءة وفق هذا التعريف في الجزائر؟ وبالتالي سوف تحاول يعني أنها تعطينا، هل يعني مفهوم الكفاءة فعلا في الجزائر يعني محتوى أو متضمن في ما يصطلع عليه أم لا؟ بالنسبة لي كذلك دائما الأستاذة سارة قدمت مجموعة من البرامج والسياسات اعتمدتها وتبنتها الحكومة الجزائرية خلال مرحلة من الزمن. السؤال المطروح هي ما هي النتائج المحققة فعلا على مستوى تنمية الكفاءات؟ وهنا طبعا لا نقصد تعداد عدد الشركات أو عدد الجامعات الجديدة والمراكز والمؤسسات إلى غير ذلك، ولكن نقصد النتائج الفعلية يعني على تنمية الكفاءات، لأن المؤسسات والمباني راهي في تطور ولكن نتائجها ما زالت يعني تحتاج إلى إعادة نظر كبير. هذا ربما، واستسمح الحضور على الإطالة في هذا التدخل، وشكرا أستاذ وليد. شكرا دكتور موسى على هذه الأسئلة يعني الشاملة لجميع المتدخلين في هذه الجلسة العلمية. أعتقد أنه راح نمنح الفرصة للدكتور دكتور أنيس كشاط، رفع يدك، تفضل دكتور إذا كان عندك. أعقب على أسئلة المتدخلين أم أني أطرح سؤال؟ لا، الآن نحاول نجمع مجموعة من الأسئلة ثم نفتح المجال يعني للإجابة. نعم، تفضل طرح سؤال دكتور. سؤالي موجه للأستاذة كفي مريم والأستاذ بالخير في نفس الوقت. تكلم عن قضية الشبكات المستحدثة محليا بخصوص الكفاءات الجزائرية المغتربة، وتكلمون ظن على مثال شبكة إيناس. يا حبذا لو أنهم إن كان بالإمكان يعني أنهم يوصفون على الأقل هذه الشبكة ومدى نجعتها يعني وفق الظروف الحالية يعني. وشكرا. شكرا دكتور أنيس. نشوف الدكتورة من مصر الشقيقة الدكتورة زينب سعد أبو العزم من جامعة حلوان. دكتورة زينب مرحبا بك، دكتورة مرحبا بك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا لاحظت حضرتك من خلال كل المدخلات هو في إلقاء لوم على سنين، اللوم الأول على الكفاءات المهاجرة وأنها ما بترجعش بلدها تاني لوم على الدول ان هي ما بتاخدش بالها من الكفاءات دي. طيب احنا دلوقتي قدام اتنين مشكلتين، طب انتوا ناسيين حل تالت، فين المؤسسات الاقتصادية في البلاد العربية؟ ليه احنا بنلقي كل اللوم على الدول العربية؟ كل دولة لها ظروفها الاقتصادية والتنموية، فما ينفعش ان احنا كل شوية نقول الدولة تقصر، الدولة تقصر، الدولة تقصر. لا، في مؤسسات اقتصادية كبيرة
في كل دولة من الدول في رجال أعمال كبيرة ممكن يدعموا الكفاءات المهاجرة. تاني حاجة، الكفاءات المهاجرة حضرتك فعلا هي بتسافر، أنا مع الدكتور عبد الرحمن شويتر، بتسافر لظروف معينة، ممكن فعلا في عبء مادي عليها، في تقييد حريات عليها، في فرص هي مش لاقياها في بلدها، لكن الانتماء عمره أبدا ما بيخلص بمجرد إن احنا بنمشي برا بلدنا. الانتماء موجود والإخلاص للوطن موجود، فمهما هنكون برا البلد لا احنا لازم هنرجع لها، حتى لو مش هنرجع لها بجسدنا فأفكارنا موجودة ومساعدتنا ليها موجودة. وخير مثال على كده احنا عندنا دكتور مجدي، السيناتور مجدي يعقوب، أول ما جاء عنده فوق 70 سنة، جاء بنا مستشفى كبير لمرضى القلب للأطفال. عندنا دكتور أحمد زويل رحمه الله الحائز على جائزة نوبل، جه وبنى جامعة زويل. فالأمثلة كتير على كده، فإحنا مش عايزين نلقي كل اللوم على الدولة، الدول العربية الله يكون في عونها يعني فيما معناه بالمصري يعني. وشكرا حضراتكم. شكرا دكتورة زينب على هذه الإضافة القيمة، فعلا لأنه لابد أن يكون هناك عمل تشاركي بين الجامعة وبين المؤسسة وبين جميع الأطراف في المجتمع. نعم الدكتور عيساوي، أراك أنك ترفع يدك يعني بشكل ليس افتراضي وإنما بشكل، تفضل دكتور. شكرا. والله يعني الكثير من الأسئلة نقترح بعض الأجوبة يعني والحلول. نتكلم شوية باللغة الفرنسية وباللغة العربية. Je vais essayer d'enrichir cette discussion sur l'immigration du capital humain hautement qualifié, l'immigration sélective. L'immigration a toujours existé et elle existera toujours, vu le contexte national et international et la nature humaine. Je pense que fixer le capital humain hautement qualifié n'est pas la responsabilité ni de l'université ni de la fonction publique, mais plutôt ce rôle peut être joué efficacement par le secteur privé, qui est le pivot de l'économie nationale et internationale. En dépit des moyens financiers, la disponibilité des autres facteurs qui peuvent dissuader l'édite capital humain à émigrer sont une condition sine qua non pour fixer ces gens dans leur pays, la qualité de vie et la stabilité politique. Les pays en voie de développement trouvent moult difficultés à offrir un cadre de vie et un cadre professionnel pour ce capital humain en ce moment, durant la pandémie de la COVID-19. Donc, ce phénomène sera très important dans les années à venir. C'est mon avis. Ce capital humain peut aider. C'est une solution parmi d'autres. On a parlé de l'autre côté. Ce capital humain peut aider à travers une organisation chapeautée par nos consulats et ambassades, ainsi que les efforts associatifs, des expériences des médecins algériens sans frontières qui viennent rendre service chaque année dans les wilayas du Haut Plateau et du Grand Sud. Nous parlons un peu de la langue arabe. Dans le son de la femme qui a parlé, elle a dit que 40 pays ont été ما هوش مشكلة تاع الجامعة، ماهوش مشكلة تاع الوظيفة العمومي بقدر ما هو مشكلة تاع القطاع الخاص اللي مش قادر يلعب في الدور تاعو، ماهوش قادر يستقطب في 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 رأس مال البشري هذا اللي عنده تكوين كبير من جهة. من جهة أخرى في الجزائر عندنا 65% من 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 الاقتصاد الغير الرسمي، وهذا ما يشجعش يعني في الحقيقة على استقطاب يد عاملة بشرية ومورد بشري يعني له تكوين كبير. كاينة تجربة ما نقولش رائدة، هي قديمة جديدة في الحقيقة، وين الجزائريين متواجدين في الخارج عبر عمل جمعوي قاعدين يعاونوا يعني في الدولة ماديا وبطريقة حضورية، يجيوا في بعض الأحيان تحت طلب يعني مستشفيات جزائرية ويقدموا يد العون في الهضاب العليا في الولايات الجنوبية، يجيوا لمدة أسبوع في بعض الأحيان أكثر في بعض الأحيان أقل، ويحاولوا كيف يقدموا العون غراتويتمون يعني من دون مقابل، وهذه تحسب لهم باش نقولوا أنه نقدروا نستقطبوا ولا نرجعوا هذا اليد العاملة البشرية ذات التكوين الكبير. أنا نشوف فيها ما نقدروش في الوقت الحالي. شكرا دكتور. شكرا عيساوي.
شكرا دكتور على شكرا على هذه الإضافة. راح نفتح المجال الآن الدكتورة مريم كفي. دكتورة مريم فضي دكتورة. نعم دكتور. إذن السلام عليكم. فيما يخص الإجابة على بعض التساؤلات التي طرحت خاصة من طرف الدكتور بن منصور موسى، محور الجوهر المداخلة التي قدمت كان حول إيجاد الحلول لهجرة هذه الكفاءات أو للربط مع هذه الكفاءات، وقد نصحني الدكتور بن حسن بأن تكون المداخلة هي الأخيرة ولكن قدمت هي الأولى. تم تقديم ثلاث نقاط أساسية لاستقطاب أو للاستفادة من هذه الخبرات المهاجرة، فليست الهجرة دائما هي حاجة سلبية لكن يمكن الاستفادة منها، فلا يجب أن نضيع هذه الكفاءات ثم الماهرة ثم نزيد الطين بلة بعدم الاعتراف بها وبخبرتها والمهارة التي أتت من الخارج. إذن أول حل هو إنشاء مراكز للتميز على مستوى كل جامعة جزائرية على أساس عدم مركزة كل شيء على كل يعني حتى الاعتراف بالشهادات تكون على مستوى الوزارة، ولكن يمكن توزيع هذه المراكز للتميز والاعتراف بالشهادات على مستوى كل جامعة جزائرية. ثاني حل هو التوظيف المؤقت للخبراء المغتربين، فلا يعقل أنه مغترب يعني شكل حياته في الخارج ثم هو يعني عنده الولاء، لكن يمكننا الاستفادة من ولائه ولكن يمكنه البقاء يعني في الخارج، يمكننا فقط التوظيف المؤقت لهذا المغترب. بعض البلدان العربية يعني اتبعت هذه الاستراتيجية كتونس والمغرب ولبنان على سبيل المثال. تم استخدام برنامج نقل المعرفة عبر المغتربين والمسمى اختصارا توكتن، تم استعماله على ما أظن في فلسطين. ثالث حل هو التنسيق مع شبكات الشتات العالمي، ذكرت فقط على سبيل المثال شبكة إيناس، ولو زرنا يعني كان لي شرف يعني حضور عدة ملتقيات أقيمت عبر الزوم. يعني أهم محور لهذه الشبكات هي متكونة من العلماء والعلماء الماهرين في الخارج، ما دام أنهم شكلوا شبكة وسميت بشبكة دولية للعلماء الجزائريين يعني هم مستعدين لتقديم خبراتهم. هناك شبكات عالمية أخرى مثل شبكة العلماء التكنولوجيين العرب في الخارج، رابطة المهنيين المغاربة في أمريكا، جمعية العلماء الجزائرية الأمريكية، ذكرت فقط على سبيل المثال إيناس. من بين يعني أهم الرؤية تاعها هي تقديم يد العون وتقديم النصح فيما يخص التربية والتعليم في الجزائر، يعني هذه أهم الأهداف التي شكلت أسست من أجلها. يعني هذه أهم ثلاث حلول يمكننا يعني الاستفادة منها فيما يخص الاستفادة من هذه الشبكات. شكرا دكتورة مريم على هذه الإضافة القيمة. دكتور بوعمامة هل لديك فضل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل دكتور باختصار. بارك الله فيكم وتقدم الشكر لجميع المتدخلين وجميع الأساتذة على ما أفادونا به. حول سؤال الأستاذ المحترم حول كيف تعتقد أن الجامعة لها الدور في خلق البيئة الملائمة، حاولنا من خلال المداخلة إعطاء النظرة والتعامل الإيجابي مع خريجي الجامعة ومع الأدمغة المهاجرة عكس ما اليوم نشاهده عندما نتكلم مع جميع الطلاب، تجده يدرس ولكنه يدرس يقول لك المستقبل والعمل وغير ذلك. اليوم مع الحمد لله مع انفتاح العالم تطور تكنولوجي الهائل أصبح إعطاء الأمل للطلبة وإعطاء فرص
أنه يستطيع أنه يعمل حتى من بيته، والتجارب كثيرة. اليوم توجه وزارة الإعلام والتعليم العالي النظرة الجديدة لعدم إبقاء الجامعة منغلقة على نفسها والاكتفاء بالدور التقليدي القديم إعطاء الشهادات وفقط. اليوم هناك نظرة جديدة، ومنها اليوم ما قامت به الوزارة بإشراك الوظيف العمومي في توظيف الطلبة الدكاترة البطالين، وهذه من بين إيجابيات ومن بين ما يحسب إلى الوزارة ولازم ولا بد أن نثمنه. كذلك إقامة في جانب التنسيق، إقامة مصلحة البحث والتطوير في التنسيق بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية عامة أو خاصة. وطرحنا كذلك أهم نقطة أراها هي التأثير على صناع القرار باعتماد الكفاءة الوطنية في رسم معالم البرامج الحكومية. اليوم عندما نقارن الجامعة الجزائرية كيف أصبحت وكيف كانت اليوم، الحمد لله لا يمكن لنا أن نلوم الجامعة أنها أن المستوى التعليم ضعيف، أو نقول أن الجامعة خريجية أن الكمية أكثر من الفعالية، بحيث أنها اليوم الجامعة الجزائرية أعطت الفرص لكثير من الطلبة وكثير من اليوم الحمد لله نصدر الباحثين، والباحثين لهم يد في التطوير. وأستاذ القاسم حبة أهم الأمثلة اللي يمكن دكتور بوها. رجاء باختصار دكتور، رجاء باختصار فضل. بارك الله فيك، بارك الله. المهم عموما نتمن دور الجامعة ونتمن دور وزارة التعليم العالي بإشراكها مع الوظيفة العمومية حول إدماج الطلبة وغير ذلك، وبارك الله. شكرا دكتور، شكرا. آخر كلمة ممكن مدها للدكتورة سارة أبو رحلة للإجابة على سؤال الأستاذ. تفضلي دكتورة سارة. رجاء دكتورة باختصار. السلام عليكم، نشكر الأساتذة الكرام. بالنسبة للأستاذ منصوري نشكره بزاف. قبل منصور نعم. حيث قال لي إنه الكفاءة لا تظهر إلا أثناء العمل. إحنا في الجزائر عندنا كم هائل أو عدد كبير من التخرجين، ولكن عند الوقوف عند أبواب التشغيل يعني كي يروحوا يخدموا نلقوهم لا علاقة، يعني حامل الشهادة فقط، يعني ما تظهرش الكفاءة تاعه. بالنسبة للبرامج التنموية لذاتها الجزائر، نلاحظوا أنه كان هنالك رفع للطاقات الاستيعابية، ما كانش هنالك التخطيط أو تثمين للتخصصات أو للطاقة من حيث النوع. كما نقول باللي إنه الطالب أو الخريج باش تكون عنده حاجة اللي تشدو في البلاد، إنه تكون المنصب أو المهنة اللي راح يتوجه لها بعد ما يتخرج تكون عندها تثمين. يعني إحنا في البلاد تاعنا كما نعرفوا كامل عندنا قانون المعرفة، كي تقول له دوك الطلبة راني في صدد راني نقرا، في بعض الطلبة كي نسقسيهم ولا كي نقول لهم قراوا ولا باش طلعوا تكون عندكم باجاج غدوة باش تواجهوا العمل وباش تكون عندكم، يقول لك غدوة إحنا عندنا كل واحد يضرب على معرفته. إحنا نعرفوا في البلاد تاعنا كاين مناصب شغل إنها تشد تروح للمعرفة ويغض النظر على الكفاءة اللي يجيبها الطالب ولا تكون عند الطلبة. شكرا دكتورة سارة، شكرا على هذه الإضافة. إذن نشكر جميع المتدخلين على لنظرا لضيق الوقت، لأن الجلسة الأخرى خلص الجلسة الأخرى، إذن سوف نحاول أن نختم هذه الجلسة. إذن كحوصلة لهذه الجلسة، يعني صراحة هي جلسة ثرية فيها مجموعة كبيرة من المعارف ومن المعلومات. كحوصلة أنه صح هي ظاهرة أمر واقع، هذه هجرة الأدمغة موجودة والجزائر تمتلك عدد كبير من الأدمغة على المستوى الخارج، لكن لابد من تصدير استراتيجيات للاستفادة من هذه الكفاءات المتواجدة على المستوى العالمي، ولا بد ايضا ان ناخذ بعين الاعتبار دور القطاع الخاص. كما قال الاستاذ عيساوي، لازم دائما ناخذ دور القطاع الخاص في يعني تعظيم الاستفاده من الكفاءات المتواجده عبر العالم.
إذا أعتقد سوف أختم هذه الجلسة. الشكر موصول لجميع المتدخلين، الأستاذ أنيس كشاط، الأستاذة بورحلة، الأستاذة سهيلة بالخير، الأستاذة كفي مريم، الأستاذ بوعمامة، الأستاذ عيساوي نصر الدين على مداخلاتهم، كما أشكر أيضا الأستاذ بن حسن صلاح الدين لإدارته التقنية لهذه الجلسة. إذن فاصل ونواصل أشغال الجلسة الختامية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.